الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده ويوم جديد من ايام المحترف. حلقتنا النهارده بصراحه حلقه دسمه جدا جدا جدا، هنتابع فيها طبعا الجوله الثالثه من بطوله اوروبا للتشامبيونز ليج. قد ايه الماتشات كانت مثيره، نتائج مثيره، مفاجآت كبيره، ويعني مباريات من يعني الطراز الرفيع على المستوى الفني، على المستوى التكتيكي، وكمان على مستوى المفاجآت. خلينا قبل ما اتكلم مع حضراتكم في النقطه ديت، اكيد اي برنامج دلوقتي في العالم كله بيتكلم عن كره القدم اكيد بيجيب سيره نجمنا الكبير محمد صلاح. محمد صلاح الصراحه هنتكلم مع حضراتكم، يعني مش عايز اتكلم دلوقتي على الارقام والانجازات ونتكلم على كل ما وصل ليه محمد صلاح، لكن هاخد لحضراتكم لحته تانية خالص. بصراحه انا بحس ان كل انجاز بيقدمه محمد صلاح هو بيحرج كل مسؤولي كره القدم في مصر. بيوصل محمد صلاح في كل انجاز بيوصل لهم، بيقول لهم انا واحد من بلد ديت، انا واحد بقيت افضل لاعب في العالم دلوقتي، واحد منكم وصل انه يفوز بالبريمير ليج، واحد منكم وصل انه يفوز بكاس العالم للانديه، واحد منكم بيوصل انه يكون من افضل بل افضل لاعب في العالم حاليا، واحد منكم بيكون متواجد في اكبر محفل على مستوى العالم مع الامير ويليام ملك انجلترا، واحد بيقول لكم ان هو بيحارب من اجل نفسه من اجل بلده، واحد بيقول لكم ابحثوا عن المواهب. عايز اتكلم مع حضراتكم فعلا ان محمد صلاح في كل انجاز بيعمله هي رساله واضحه وصريحه لكل مسؤول لكره القدم في مصر ان احنا ندور على محمد صلاح تاني. العجيب في الامر ان يمكن خلال الايام اللي فاتت لقيت خبر صغير كده محدش بص له، ان اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكوره بتمنع اي لاعب من مواليد 2007 انه ينتقل لاي حته تاني بعيد عن بيته ب 50 كيلو. فكرت وقلت لو محمد صلاح في الوقت ده موجود وعنده 17 او 15 سنه وتطبق عليه دوت، كنا هنشوف محمد صلاح دلوقتي احسن لاعب في العالم؟ يعني بنتكلم ان محمد صلاح زي ما بيبعت رساله ونموذج للولاد الصغيرين، اي ولد صغير دلوقتي بتقابله في الشارع بيلعب كوره عايز تبقى ايه؟ محمد صلاح. مش في مصر بس على فكره، روح في انجلترا وتجول في شوارع انجلترا هتتكلم على اي طفل يقول له انت عايز تبقى ايه؟ يبقى يقول لك انا عايز اكون محمد صلاح. محمد صلاح بالصوره اللي حضراتكم قدامكم ديت انه موجود على متحف لندن العالمي وتمثال من الشمع، هذا التمثال للكبار في العالم على مستوى السياسه، على مستوى الرياضه، على مستوى الثقافه، محمد صلاح متواجد فيه. الرساله اللي بعتها محمد صلاح رساله فخر لكل الجماهير المصريه والعربيه والافريقيه، ولكن كمان رساله عتاب على المسؤولين على كره القدم في مصر. مش عايز حد يزعل مني لان انا فعلا غيور كمان على بلدي بشكل كبير جدا. انا في فتره من الفترات عشت بره واكثر من 14 سنه في اوروبا، اي نعم طبعا ما وصلتش للمكانه اللي وصل ليها محمد صلاح، لكن شفت الناس بتشتغل ازاي. قرار اتحاد الكره واللجنه الثلاثيه مالوش اي معنى، انك بتحرم ولد صغير عنده 14 سنه انه ينتقل، انه ما يكونش موجود في الصوره اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها ديت، ان في يوم من الايام من زمن بعيد يا جماعه، انت يعني لو رجعنا بالزمن 10 سنين لورا ما حدش كان في مصر كلها يتخيل ان محمد صلاح هيوصل لهذه المكانه، لكن محمد صلاح نفسه صدق نفسه وصدق امكانياته وطموحه ورغبته وارادته ان يوصل لهذا المنظر حضراتكم شايفين فيه، من افضل واكبر المتاحف الموجوده في لندن صوره بالشمع للعظيم محمد صلاح، ومش اخر انجازات محمد صلاح، لكن بقول لحضراتكم ان محمد صلاح تاني. محمد صلاح كلنا فخورين بما يقدمه، مش احنا بس كمصريين، احنا عرب، احنا كمان في افريقيا فخورين بهذا الرجل، لكن كمان خلينا نتكلم بكل امانه، ايه الرساله اللي بيقدمها محمد صلاح؟ دايما الناس بتسال سؤال، طب نستفيد ازاي من محمد صلاح؟ انا اقول لحضراتكم نستفيد ازاي من محمد صلاح؟ نستفيد من هذه التجربه العظيمه اللي ان شاء الله تستمر الى يمكن كمان محمد صلاح على الاقل ان شاء الله قدامه مش اربع خمس ست سنوات كمان للتالق، نستفيد من هذه التجربه من الصوره اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم ان محمد صلاح متواجد في اكبر المحافل الرياضيه العالميه، موجود في معقل الكره العالميه في لندن. محمد صلاح من افضل لاعبي العالم حاليا،
عايز اقول لحضراتكم ان احنا لازم نستفيد من هذه التجربه، نستفيد من التجربه ديت على مستوى التنقيب. ده لما بيكون يا جماعه في حد بيقول لك والله انا لقيت بترول في الحته الفلانيه او لقيت اثار في الحته الفلانيه، الناس كلها بتجري وبتنقب في الارض عشان تدور على الذهب دول. احنا عندنا الذهب ده موجود، عندنا مواهب كتيره جدا جدا، بس للاسف ما بنشتغلش ان احنا ندور، ان احنا نحفر في التراب. محمد صلاح جاي من قريه صغيره في مصر، ان احنا دورنا كاتحاد كوره ايه دلوقتي؟ خلاص عندك رابطه الانديه المحترفه دي مسؤوله عن الدوري والمسابقات الدوري والبث و و و تمام، لكن الدور القوي دلوقتي اللي لازم يلعبه الاتحاد الكوره لكره القدم انه ينقب على هذه المواهب. هتقول لي هو دور اتحاد الكوره كده؟ اقول لك اه، في المانيا بيشتغلوا كده، في اسبانيا بيشتغلوا كده. ازاي تطور اللاعبين؟ تطور اللاعبين، عندك ميزانيه تبدا تروح وتنقب وتلاقي لعيبه بمستوى هايل جدا، تبدا تنقب على المدربين. احنا يا جماعه كل مره يعني بندور فيها على مدرب لمنتخب مصر بنحوس مدرب اجنبي. طب مدرب مصري يقول لك لا المدرب المصري امكانياته مش عاليه. طب ليه امكانياته مش عاليه؟ عشان ما فيش كمان تطوير للمدرب المصري. هو احنا عندنا دلوقتي نقدر نقول عندنا مدرب عنده 34 سنه بيدرب فريق بحجم بايرن ميونخ؟ ناجلزمان مدرب عنده 34 سنه بيدرب بايرن ميونخ. عندنا يورجن كلوب، عندنا جارديولا، عندنا توخيل، عندنا انشيلوتي، ما عندناش. طب ليه ما عندناش؟ مش عشان ما عندناش مواهب، علشان المواهب اللي عندنا ديت مدفونه، زي كتير كتير زي محمد صلاح مواهب مدفونه، كمان مدربين على مستوى عالي جدا جدا لغايه دلوقتي في مصر. لما يجي مدرب يقول لك ده عنده 50 سنه، لا ده مدرب لسه يعني مدرب شاب هنديله فرصه. 50 سنه دلوقتي في البوندسليجا اكتر من 13 مدرب في البوندسليجا اقل من 45 سنه. احنا ما بنشتغلش، احنا الرساله، وانا بتكلم على محمد صلاح لان محمد صلاح هنتكلم عليه كتير، ارقامه وتحطيم ارقام و و و كل ده نتكلم عليه وكل الناس بتتكلم عليه. انا عايز اتكلم على محمد صلاح، الرساله الغير مباشره اللي بيبعتها لمصر ومسؤولي الكوره، دوروا على واحد زيي، نقبوا على النجوم. ده دور اتحاد الكوره، دور الانديه والناس. انا شفت الكلام ده، المانيا بتشتغل بالمنهج دوت. المانيا لما بيكون عندها نجم بتنوره وتلمعه وما بتهدوش. محدش في المانيا يقول لك اصل مولر، هو مولر ده بياخد كام في الشهر؟ هو دخله كام في السنه؟ الكلام ده يا جماعه يعني عبث، الكلام ده عمالين يدور في حلقه مفقوده ومش قادرين نتقدم بكره القدم اللي احنا فعلا. انا شايف وشفت بره احنا عندنا مواهب كتيره جدا، احنا ناقصنا التخطيط وناقصنا ناس بتشتغل بجد لمصلحه الكوره المصريه. انك ازاي يعني خلاص دلوقتي ان الاوان ان يكون خلاص اتحاد الكوره ساب كل ملف كره القدم لاداره محترفه واداره رابطه الانديه المحترفه. طب انت ايه دورك دلوقتي؟ دورك دلوقتي انك تنمي موهبه اللاعب المصري، انك يعني كل امكانياتك بتسخرها لصالح المنتخبات، كانت منتخبات ناشئين، شباب، منتخبات اولمبي. كمان على مستوى التحكيم، هو من 50 سنه كان عندنا كام حكم في كاس العالم؟ يعني خلال 50 سنه اللي فاتوا او 30 سنه اللي فاتوا كان عندنا كام حكم في كاس العالم اللي فات؟ كل ده شغل يا جماعه. اعتقد ان احنا ان الاوان ان احنا نشتغل بالطريقه ديت، ان احنا نفكر في مصلحه البلد، ان احنا نفكر في مصلحه الكره المصريه بجد، ان احنا نطلع اكتر من محمد صلاح. هتاخد وقت، اه هتاخد وقت، لكن هتشتغل مع الشغل، هتشتغل وهتطلع وهتنتج. المانيا من 2006 لغايه الوقت ده بيشتغلوا بخطه واحده، من خلالها كسبوا كاس العالم 2018. اسبانيا كانت اشتغلت من 2004 بخطه زي ديت، خدت منها كاس العالم وكاس اوروبا. اتفرجوا على اسبانيا دلوقتي، اتفرجوا على المانيا دلوقتي. انا بتكلم كده علشان فعلا محمد صلاح تاني بيرسل رساله واضحه وصريحه ان احنا عندنا مواهب في مصر. يا ريت الناس تشتغل، يا ريت الناس تاخد تحدي محمد صلاح واسرار محمد صلاح ووصول محمد صلاح لهذه الدرجه، انها علامه ان احنا نقدر نعمل حاجات كتيره جدا لو اشتغلنا صح وضحينا واشتغلنا بضمير واشتغلنا على نفسنا. هنطلع اكتر من محمد صلاح، هيكون عندنا مدربين على مستوى عالي جدا، هيكون الدوري المصري من اقوى الدوريات في افريقيا، هيكون عندنا فعلا منتخب مصري قوي
يقدر يوصل لكاس العالم كل 4 سنين، مش كل مرحله لسه بتتاهل عشان توصل كاس العالم بنحط ايدينا على قلبنا يا ربنا النهارده يستر بس نتعادل او نكسب ليبيا. لا يا جماعه، الكلام ده مصر اكبر من كده بكتير. نشتغل وهنلاقي نفسنا خلال، مش هقول لك الكلام ده هيبقى بكره ولا بعده، خلال 4 5 سنين هتبدا لو اشتغلت من دلوقتي هتلاقي عندك كل اللي بقول عليه ده، عندك محترفين على مستوى عالي جدا، محترفين كتير، عندك قاعده، عندك دوري قوي جدا، عندك كمان منتخبات على مستوى الاولمبي على مستوى الشباب قوي جدا، عندك حكام على مستوى عالي جدا يحكموا بطولات افريقيا وكاس العالم. كل ده محتاج شغل، كل ده محتاج اصرار، كل ده محتاج يعني زي ما بقول لحضراتكم ان احنا نتكاتف بدل ما احنا عمالين دايرين في دايره فاضيه وبنتكلم على الدوري والانتقالات الاهلي والزمالك و و و كل ده ممكن نناقشه من خلال منظومه محترفه، لكن الاساس بتاعنا اللي بيبعته الرساله اللي بعتها محمد صلاح لكل مسؤول في كره القدم في مصر، دوروا على محمد صلاح داخل مصر. دي يمكن كانت يمكن مقدمه سريعه كده، لكن كان مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم الانجازات الكبيره جدا بيعملها نجمنا الكبير محمد صلاح. رساله ان شاء الله تكون الرساله دي توصل لكل مسؤولي مصر، ان شاء الله الرساله دي اللي وصلت اوريدي لكل لاعبي كره القدم الناشئين في مصر وفي العالم العربي ان يكونوا في وقت من الاوقات محمد صلاح. طيب نتكلم قبل ما نخش على الصحافه العالميه برضو 3 4 اخبار سريعه كده. طبعا برشلونه بيمدد عقد الجوهره فاتي، طبعا حضراتكم عارفين فاتي من اللعيبه يمكن بعض الناس بتشبهه بميسي القادم. خبر سعيد طبعا بإخوان لابورتا طبعا رئيس برشلونه لجماهير برشلونه قبل مباراه الكلاسيكو طبعا المرتقبه يوم الاحد امام ريال مدريد. اعلن نادي برشلونه الاسباني رسميا عن تمديد عقد الموهوب الشاب وجوهره المستقبل انسو فاتي حتى عام 2027. اعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني عن تجديد عقد خليفه ميسي لمده 5 سنوات مقبله، وكمان وضع شرط جزائي، يعني هقول لحضراتكم شرط جزائي يبلغ 1 مليار يورو، شرط جزائي لمنع اي نادي اخر من حتى محاوله التفكير في ضم اللاعب الموهوب. نشر نادي برشلونه صور طبعا لفاتي عبر الحسابات المختلفه للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها 2027. الجدير طبعا بالذكر ان انسو فاتي ده شارك امبارح في مباراة برشلونة أمام طبعا دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة الشامبيونز ليج اللي شهدت طبعا فوز برشلونة على هذا النادي 1-0. طبعا زي ما أقول لحضراتكم لاعب مميز جدا، ودي صورة كمان دي صورة بتوضح كمان اللي كنت بقوله من شوية. اللاعب ده عنده 19 سنة، لم يكتمل ال 19 سنة، دلوقتي عنده عقد مع برشلونة لمدة يعني كمان لغاية 2027 ب يعني شرط جزائي 1 مليار يورو. طبعا لأن كل الناس شايفة إنه موهبة كبيرة جدا قادمة في المستقبل، زي ما بقول لحضراتكم هي دي المواهب وهو ده التنقيب وهو ده الشغل المحترفين، إن كل أقل من سنة بيطلع أكتر من نجم، أقل من 17 18 سنة بيكون متواجد على الساحة العالمية. يا رب نشوف الكلام ده في بلدنا. طيب نروح لإيطاليا، بونوتشي واليوفنتوس. بونوتشي طبعا لاعب اليوفنتوس، ويوفنتوس بيتألق يمكن بيقول عنوان كده بعد ما تخلص من رونالدو. يعني بونوتشي يعني بيتكلم طبعا المدافع الإيطالي قائد فريق اليوفنتوس قال على البرتغالي كريستيانو رونالدو ان هو يعني هختصر لكم الموضوع ان هم يمكن كانوا في وقت من الاوقات بيعتمدوا بشكل كبير جدا جدا على كريستيانو رونالدو. بونوتشي بياكد انه اعتمد بشكل مبالغ فيه شويه على اللاعب البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو في المواسم الاخيره. حضراتكم عارفين طبعا رونالدو انضم اليوفنتوس في 2018 يمكن وقاده للفوز بلقب الدوري الايطالي مرتين، لكن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقل الى مانشستر يونايتد. بونوتشي بيتكلم على نقطة مهمة جدا، والنقطة دي برضو بتدل ليها دلالات خاصة، انه بيتكلم انه اعتمدوا هو، يعني هو بيتكلم عن نفسه بيتكلم على جزء كبير من الفرقة اعتمدوا على رونالدو في تحسين الأداء والحصول على بطولات اللي يمكن فشل فيها اليوفنتوس العام الماضي وفاز الانتر ببطولة الدوري. دي كمان بنقول ان لعبة كرة القدم مهما كان حجم النجم المتواجد في الفريق
لكن ده كرة قدم، لازم ال11 يكونوا على قلب رجل واحد، في تناغم في الأداء، في حب في الفريق، في تضحية من أجل الفريق، مش على مستوى لاعب واحد. مفيش لاعب واحد في العالم مهما كان مستواه، رونالدو وميسي، أي لاعب يقدر يقوم بأدوار مختلفة غير أنه يكون عامل مساعد، ممكن يكون عامل مهم جدا، لكن الجماعية هي يعني صفة كرة القدم العالمية. زي ما بقول لحضراتكم، يمكن بونوتشي علق على الكلام دوت وقال ان كان يمكن من الافضل ان احنا نشتغل على نفسنا خلال الفتره اللي كان متواجد فيها رونالدو، وممكن تكون النتائج تكون افضل مما كانت عليه خلال السنه اللي فاتت. طيب، في خبر كمان معانا، او يمكن هنقوله مع حضراتكم، ان يمكن الميلان كمان، حضراتكم هنجي له طبعا، هنجي للميلان كمان، ويمكن مشواره في التشامبيونز ليج اللي كان فيه امال كبيره جدا من جماهير الميلان ان الميلان يعود تاني بقوه، لكن طبعا من خلال هزيمته امبارح اعتقد ان كمان الميلان يعني خلاص ما بقاش عنده امال للتواصل او الصعود للدور القادم من التشامبيونز ليج. هنيجي لحضراتكم، خاصة ان الميلان كمان زي ما حضراتكم عارفين ماشي بخطوات اكتر من رائعة في الدوري الايطالي، ولكن جماهير الميلان كانت شوية غضبانة من يمكن الخروج من السباق للدور القادم من التشامبيونز ليج. طيب، لسه عندنا اخبار من الصحافة العالمية، وازاي اتكلمت على يمكن الجولة الثالثة من التشامبيونز ليج معانا هنا في المحترف. الصحافة العالمية بصحف أسبانيا، تحديدا صحيفة ماركا الأسبانية، اللي ركزت على الفوز الأول لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا على حساب دينامو كييف 1-0، وكتبت بيكيه ينفخ الكرة. طبعا الصحيفة تحدثت عن فوز كمان فياريال 4-1 على يانج بويز، وتعادل إشبيلية سلبيا أمام ليل في دوري الأبطال. اهتمت كمان بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعقد مؤتمر يوم 20 ديسمبر المقبل من أجل الكشف عن خارطة الزمنية لمسابقات كرة القدم الجديدة، وكتبت قمة عالمية من أجل كرة القدم في ديسمبر. موندو ديبورتيفو الأسبانية، ركزت الصحيفة على تجديد برشلونة رسميا لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي، وكتبت أنسو فاتي حتى 2027. طبعا الجريدة دي كمان تحدثت عن فوز أكيد برشلونة على دينامو كييف 1-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت إحياء. يعني الصحيفة اهتمت بكلمة إن عودة الروح لبرشلونة من خلال هذا الفوز، وكمان اتكلمت على تعادل إشبيلية سلبيا أمام ليل، وفوز فياريال 4-1 على يانج بويز في نفس البطولة. طيب، نسيب أسبانيا ونروح لفرنسا، تحديد جريدة لكيب الفرنسية. لكيب الفرنسية ركزت على تعادل ليل سلبيا أمام إشبيلية في دوري مجموعات بطولة أبطال أوروبا، وكتبت مرة أخرى يعني ممل ضد إشبيلية. طبعا كانت غير سعيدة بهذا التعادل، وتحدثت كمان عن الرومونتادا الرائعة للمان يونايتد أمام أتلانتا، وتحويل النتيجة من 2-0 ل 3-2 لصالح المان في دوري الأبطال، وكتبت الشيطان يقفز من صندوقه. طبعا دي في رسالة واضحة لكريستيانو رونالدو والشياطين الحمر في صحوة في الشوط الثاني، والعودة والكامباك بعد هزيمة 2-0 والفوز 3-2. كمان الصحيفة اهتمت بلقاء لاتسيو وأولمبيك مارسيل في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، وكتبت أولمبيك مارسيل روماتيدي للكلاسيكو. يعني ده في إشارة طبعا لمواجهة مارسيليا لفريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الحد القادم. يعني لسه في فقرة الصحافة العالمية، هنروح لصحف إيطاليا وكوريري دي سبورت الإيطالية، اللي ركزت كمان على نتائج الأندية الإيطالية في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت عن فوز يوفنتوس على زينت ب1-0، وقالت هيا يا أليجري. يعني طبعا اليوفنتوس مع أليجري في يمكن الأسابيع اللي فاتت بتمر بحالة جيدة جدا،
وطبعا بدأ يستعيد بريقه بعد الفوز طبعا على روما مؤخرا وعودة الفريق للانتصارات بعد بداية متعثرة في هذا الموسم. أما هزيمة أتلانتا أمام مانشستر يونايتد 3-2 كتبت أتلانتا من الفرح للسخرية ريمونتادة مانشستر يونايتد بتوقيع كريستيانو رونالدو. الصحيفة اهتمت كمان بلقاءات الأندية الإيطالية في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لاتسيو مع مارسيليا، نابولي مع وارسو، ولاتسيو مع مارسيليا. وكتبت لاتسيو حرب ساري طبعا المدير الفني للاتسيو الإيطالي. لسه في إيطاليا مع توتو سبورت، طبعا توتو سبورت الإيطالية ركزت على فوز يوفنتوس أمام زينت بنتيجة 1-0 وهزيمة أكيد أتلانتا أمام مانشستر يونايتد 3-2 في دوري المجموعات بأبطال أوروبا. وكتبت قوة يوفنتوس وأتلانتا يا لها من حسرة، رونالدو لا يغفر. طبعا ده رسالة واضحة جدا جدا كمان على التألق الكبير لكريستيانو رونالدو أمام طبعا في يعني مباراة أمام فريق أتلانتا. طيب نروح لإنجلترا، تحديدا صحيفة ستار سبورت الرياضية اللي كتبت رونالدو المميز ينقذ سولشاير مجددا. اهتمت طبعا الجريدة بمباراة طبعا كمان مباراة تشيلسي ومالمو السويدي واللي انتهت بفوز البلوز 4-0. زي ما حضراتكم شايفين طبعا بيقول ان كريستيانو رونالدو بيعيد احياء الامال في سولشاير طبعا المدير الفني، وبينقذ سولشاير للمرة الثانية، لان طبعا كريستيانو رونالدو كمان زي ما حضراتكم عارفين هو منقذ المان يونايتد خاصة في الشامبيونز ليج الجولة اللي فاتت، وكان يمكن مع فيا ريال، وكريستيانو رونالدو احرز الهدف الفوز 2-1 في الدقائق الاخيرة. امبارح كمان رونالدو بيعمل بنقول معجزة زي ما بنتكلم على ميسي وبنتكلم على صلاح، كمان كريستيانو رونالدو هو المنقذ لسولشاير من خلال تحويل النتيجة من 2-0 لصالح أتلانتا ل 3-2 واحراز رونالدو هدف رائع في الدقائق الأخيرة. هنيجي لكل ده مع حضراتكم بالتفصيل، مباريات الجولة الثالثة من التشامبيونز ليج نتائجها ومفاجآتها وتصريحات المدربين والمجموعات، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما نتكلم طبعا عن الجوله الثالثه من دوري المجموعات او دور المجموعات في الشامبيونز ليج، اكيد اسره طبعا برنامج المحترف بتتقدم يعني تتمنى الشفاء العاجل لرئيسنا ورئيس النادي الاهلي والاسطوره الكبيره الكابتن محمود الخطيب. مع حضراتكم طبعا في هذه الفقره طبعا ناقد رياضي متميز، عشان نتكلم على بطوله كبيره جدا التشامبيونز ليج وقد ايه المفاجات وقد ايه المباريات كانت مثيره جدا. معانا ومع حضراتكم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محسن لملوم. محسن مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، منورنا. بنور حضرتك. طبعا التشامبيونز ليج قبل ما اتكلم مع يعني على المباريات كنت بتكلم انا وانت قبل الهوا يعني نتكلم ان من اكتر البطولات في العالم يعني تقدر تستمتع بيها على طبعا. مستوى على كل المستويات بصراحه، على مستوى التصوير، على مستوى الاخراج في المباريات، على مستوى التحكيم، على مستوى اللاعبين المدربين، يعني بنستمتع ببطوله كبيره جدا جدا بنستناها من فترات طويله. ولكن كمان الجوله اللي فاتت الجوله الثالثه من دور المجموعات كانت جوله مميزه جدا جدا. اجماليا شفت ايه المفاجات اللي حصلت امبارح في او امبارح ويوم الثلاث؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي امتع بطوله بصراحه سنويه هي بطوله دوري ابطال اوروبا، اقوى بطوله على مستوى يعني بعد كاس العالم نقدر نقول دي اقوى بطوله في العالم بصراحه هي دوري ابطال اوروبا. المتعه من جميع النواحي، يعني كان بصراحه كل المشاهدين على مستوى العالم مظلومين ان هم بيشوفوا في الماتشات كلها بتبقى في ماتش واحد، الا من مباريات طبعا روسيا عشان ظروف المناخ وكده، لكن بتضطر تشوف مباراه الاقوى فيهم والباقي بتشوفه بقى في الاعاده وكده. لكن بشكل عام طبعا احنا مستمتعين، كل ما يزيد كمان الجوله الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه والى اخره، كل ما بتقرب من نهايه الجولات السخونه بتزيد اكتر. طبعا كان اميز حاجه يمكن في بعيد عن محمد صلاح، يعني محمد صلاح ده بقى ثابت عندنا لوحده بقى المميزه في الجولتين دول بصراحه بكل امانه ميسي ورونالدو، وكانهم بيقولوا هما الاثنين
ان هم ما زال برضو الافضل في العالم، او ما حتى مش هنقول الافضل، ما زال هم الاميز في على المستوى العالمي. يمكن حتى جريده ماركا خدت تصريح او منشط كده بعد ماتش امبارح، بعد ماتش اليونايتد، قالت ميسي بالامس ورونالدو اليوم. صحيح، الاثنين شيء عادي بالنسبه، او اداء عادي بالنسبه للاثنين اللي اعتاد انقاذ فرقهما. طبعا لما باريس سان جيرمان كان مغلوب على ارضه من لايبزيج 2-1، قدر ميسي يسجل الثاني والثالث، وكان سيء جدا في الشوط الاولاني، لكن هو اللي انقذهم في الشوط الثاني كعادته. رونالدو برضو نفس الكلام امبارح، مباراه رائعه جدا جدا جدا، يمكن كانت الافضل مباراه امبارح بصراحه، مباراه مانشستر يونايتد واتلانتا، من 2-0 بيتعمل ريمونتادا 2-1 2-2، وبيرجع رونالدو بينقذ الفريق في الوقت المتاخر، نفس اللي عمله قبل كده في الجوله الثانيه قدام فياريال. يعني اللي كان ملاحظ قوي بصراحه. طب خلينا نتكلم كمان على باريس سان جيرمان، يمكن هتكلم على ميسي بصفه خاصه شويه، لان انت زي ما انت قلت يمكن كان ميسي دور كبير جدا في مباراه امبارح والفوز على لايبزيج، لكن اجماليا شايف ميسي مختلف شويه عن بداياته مع باريس سان جيرمان. بدايات كانت مقلقه شويه، بدايات كان فيها بعض التحفظ على اداء ميسي، بدايات كان فيها بعض يعني الرومرز كده اللي بيقولوا ما فيش تفاهم ما بين ميسي وما بين امبابي. دلوقتي بنلاقي الشكل مختلف خالص، حسينا ان ميسي لا، رجع الاداء المميز جدا، ورجع ميسي بتاع برشلونه يعني. هو مشكله فريق باريس سان جيرمان كسرت النجوم، يعني الزخم ده كله خلى العين اكتر على باريس سان جيرمان، لكن يمكن حتى المدرب الارجنتيني لومبوك تونيو كان قال ان احنا مشكلتنا عندنا مشكله في اللعب الجماعي، هي دي اللي كانت ازمه كبيره، لان ده لو المجموعه دي لو تناغمت مع بعض تاخد دوري ابطال اوروبا من قبل ما نكمل البطوله. فرقه مجموعه عاليه جدا، بتتكلم على ميسي، على نيمار، على مبابي، على دي ماريا، على يعني مجموعه خايف تنسى يعني بصراحه، هتعد يمكن 8 9 نجوم على الاقل. صحيح، حتى حراسه المرمى يعني نفسهم عندهم اثنين دوناروما، يعني صحيح. انت واخد افضل اثنين في العالم، حتى الدفاع على راي حتى الناس في السوشيال ميديا يقول لك ايه، لما يجيب لهم صوره يقول لك المشكله ان اللي قادر يوقفهم المدافع الوحيد اللي قادر على ايقافهم معاهم برضه في نفس الفرقه اللي هو راموس، يعني الفرقه كامله مكتمله، لكن كان عندهم مشكله في اللعب الجماعي مع بعض. ده مع الوقت بدا يظهر مع انسجام واحد زي تحديدا زي مبابي اللي هو عايز يمشي وما زال عايز يمشي وهيمشي كمان لريال مدريد، لكن متألق على مستوى الاداء وكمان على مستوى التناغم مع ليون ميسي، لانه بالزبط. بيعمل له اسيست بشكل رائع، وشفنا كمان رغم غياب نيمار عن المباراه لكن كان في اداء على شكل هجوم. صحيح، ميسي ومبابي عملوا دويتو رائع بصراحه. طبيعي، لكن ميسي كمان عشان هو يمكن البدايات ما كانتش كويسه بالنسبه له، بدا يخفق في ماتشات الدوري الفرنسي لما بداوا، حتى كان تعادله لو تتذكر اخر خارج الارض مع تقريبا كلوب بروج البلجيكي، لما جاء بقى الرهان اللي كان قوي، مباراه طبعا القمه اللي كانت في الدور المجموعه الثانيه اللي كانت باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وكسبوا 2-0 وميسي سجل هدف بطريقه ميسي من اهداف. صحيح، ميسي من هنا بدا يرجع ميسي ثاني، اللي هو خلاص حتى بقى في تحدي مع نفسه، ان مثلا واحد زي كريستيانو رونالدو اللي هو المنافس الغريم التقليدي ليه، لما اتنقل لمانشستر يونايتد من اول مباراه بدا يسجل والعمليه مشيت معاه، حتى ما كانش اليونايتد بيعاني طبعا في الدور الانجليزي، بس هو دايما تلاقي رونالدو ليه البصمه، فالبصمه دي ما كانتش موجوده عند ميسي، فبدا هو يرجع تاني وانقذ فريقه. يعني يمكن هو امبارح لو كان خسر او كان عالي تعادل، كان طبعا بقى في ازمه او في ورطه، حتى التاهل ما فيش فيه مشكله قوي، لكن شكل الفريق ما بقاش ممرشح. يعني انت بتتكلم مثلا على دوري ابطال اوروبا، بتقول المرشح ليه فريق بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والجماعه بتوع انجلترا، ليفربول مجموعه انجلترا والمانسيتي الاقوى، يعني مع احترامي طبعا لريال مدريد يجي بشكل مستوى برضو متذبذب شويه، برشلونه مش يعني كتر خيره اذا تاهل، فانت بتتكلم في كده بتطلع بره مجموعه الجماعه اللي بتوع انجلترا، بتحط باريس سان جيرمان وبتحط بايرن ميونخ، ومع ذلك باريس سان جيرمان كان ممكن يبقى بره. فهو لما ميسي بيمسك تاني زمام الامور على المستوى الهجومي كان شكل اكتر من رائع، ويمكن هنشوف معاك يمكن ارقام المباراه، لكن دايما على مستوى الدفاع في بعض علامات الاستفهام، يعني فريق لايبزيج فرقه كويسه لكن هتقدر تحرز هدفين بالزبط. في باريس سان جيرمان دي كانت علامه استفهام، زي ما بدايه الجولات وان نادي كلوب بروج البلجيكي يقدر يحرز بالزبط. هدف في باريس سان جيرمان ده كانت علامه استفهام. شايف
عدم وجود راموس لسه مأثر، او عوده راموس هتضيف للقوه؟ هو في الاساس ما كانش فيه راموس يعني، عشان بس نرجع للاساس، هو في الاساس ما كانش فيه راموس عشان نقول مثلا ان عودته هتظبط، لا هو وجوده اكيد هيظبط طبعا، عودته من الاصابه طبعا هيظبط الامور دي، لكن في الاساس ما كانش موجود. عندهم مشاكل دفاعيه اه، لكن اللي اثر على الـ على الـ على الجزئيه دي يمكن حاجتين في وجهه نظري. رقم واحد وجود حارس مرمى عملاق سواء نافاز او دوناروما. شايف يعني هيبقى مباراه ومباراه، لان احنا شفنا في بعض المباريات بيكون دوناروما وبعض المباريات بيكون سؤال المركز ده يا كابتن بيحتاج الثبات، لكن الثبات مع دول مش هينفع يعني. انت هل هتستغنى عن دوناروما؟ هل هتستغنى عن نفاس في قمه تالقه؟ لا يعني ممكن يبقى فيها بعض التوازن، ماتشات كبيره صحيح. ممكن يلعبها دوناروما، ده بتكلم لو الاثنين جاهزين تماما يعني. الواضح الاثنين جاهزين اه طبعا، لا وفي مستوى بصراحه لا فريق متكامل في كل الارقام يعني. لكن هم كانوا اهتموا يعني بعيد عن ان هم جابوا راموس، وراموس طبعا اصيب ومصاب ولسه مش هيشارك دلوقتي، لكن الاهتمام باللعيبه الاكثر الهجوم اكثر يمكن اثر على النواحي الدفاعيه شويه. ما بقاش حد يبص للفريق دفاعيا، لان انت بتبص على فريق اشرف حكيمي بقى، على ميسي، على نيمار، على مبابي يعني، على دي ماريا، فرقه كامله متكامله، فمحدش واخد باله قوي للهجوم يعني، يمكن قصدي للدفاع، فعشان كده دي مأثره شويه. لكن يمكن لما يبقى تلاقي مدرب بشكل بيعرف يستغلها زي كلوب بروج. كلوب بروج لسه كان مانشستر عفوا باريس سان جيرمان من سنتين كان كسبانه 5 على ارضه، فجاء المره دي بهذا الزخم مع عنده منتخب العالم وبيتعادل بصعوبه، فيمكن دي اللي بتأثر على الفرقه قوي، اللي بيعرف يسرقها زي ما بيقولوا، بيعرف يسجل فيها زي ما حصل. وحتى لايبزيج اكد ده وكسبت، قصدي سجل هدفين حتى وان خسر 3-2، لكن في النهايه قدر يسجل في باريس سان جيرمان على ارضه وأحرجه وسط جمهوره. يمكن أداء البيسجي كان سيء جدا، إلى أن يعني ميسي قدر يظبط الأمور صحيح شوية صحيح. يمكن لغاية بس ما نحضر كمان أرقام المباراة ما بين يمكن بيسجي ولايبسيك، عايز أتكلم معاك على المدير الفني بوكوتشينيو. بوكوتشينيو طبعا حتى القلق في البدايات حسينا أن خلاص في عودة ثقة، في أن هو قدر يعمل كنترول على الدريسنج روم بشكل او باخر. وجود النجوم الكبار زي ما انت قلت هي عمليه مرهقه، عمليه طبعًا. ايجابيه جدا فنيا لكن عمليه الى حد ما مرهقه. شايف ان خطوات بوكوتشينيو مع بي اس جي خطوات جيده؟ والله حتى الان جيده، لكن طبعا هو في موقف لا يحسد عليه، لانه طبعا اللي بيدرب هذه الكوكبه ومطالب ان هو يسيطر وان هو يطلع ده ويدخل ده براحته، ما حدش يعمل له حاجه. لكن كان طبعا كان ميسي كان احرجه في احد مباريات الدوري لما خرج وما رضيش يصافحه واعترض عليه. وطبعا لو خيرت اداره باريس سان جيرمان مع الجمهور مع كل حد هتختار مين؟ يختار اللاعب طبعا، مش عايز كلام. عشان كده بدا يهدي اللعب شويه صحيح. ما يقدرش بقى يعاقبه هنا، ما يقدرش يعاقبه ويستبعده. طيب الكلام القوي معانا ارقام المباراه طبعا ما بين لايبزيج وباريس سان جيرمان. طبعا فوز باريس سان جيرمان 3-2. الفرص لايبزيج 8 طبعا احرز منها هدفين، باريس سان جيرمان 10 فرص احرز منها 3 اهداف. الاهداف المتوقعه كانت لصالح باريس سان جيرمان 3.4 مقابل 2.2، الاستحواذ لصالح بي اس جي 63% مقابل 37%، التمريرات طبعا الصحيحه بنسبه 90% لصالح باريس سان جيرمان مقابل 82% للايبزيج، تصويبات على المرمى 17 تصويبه للايبزيج منها 4 ما بين القائم والعارضه مقابل 11 تصويبه للبي اس جي، منهم 4 ما بين القائمه والعارضه، 13 عرضيه لايبزيج، 6 عرضيات بي اس جي، 4 طبعا ركنيات مقابل 5 ركنيات لباريس سان جيرمان. ارقام متقاربه الى حد كبير، والنتيجه كمان 3-2 نتيجه تعتبر نتيجه قريبه مع فارق الامكانيات. خلينا نتكلم، يمكن من الطبيعي ان بي اس جي بهذا الكم من النجوم بالنجوم الموجوده بامكانياتهم الفنيه يعني لايبزيج من الفرق المجتهده في الدوري الالماني، فريق كويس، لكن 3-2 تعتبر نتيجه قريبه. لو حضرتك جبت الاحصائيه دي لاي حد وما قلت وشلت اسماء الفرقتين اللي يمكن يتخيل ان دول باريس سان جيرمان ولايبزيج، ممكن باريس سان جيرمان والسيتي الفروق بسيطة، حتى الاستحواذ 37% مش 10% تترجع الامور زي ما هي، التصويبات والنتيجة 3-2 زي ما حضرتك قلت، لا الفروق بسيطة، الركنيات مش عارف، كل النتيجة متقاربة جدا. لما تيجي بقى تحط الاسماء وتلاقي ان ده باريس سان جيرمان ده لايبزيج، لا في مشكلة في باريس سان جيرمان اللي هو اتكلم عنها المدرب بوكوتشينيو لما قال لك ان هو عنده مشاكل. طب تعالى انا وانت والساده المشاهدين نشوف بوكوتشينيو المدير الفني للبي اس جي قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد يعني الفوز الصعب على لايبزيج 3-2. كنت واثقا بأن الوضع سيتحسن مع مضي الوقت وستسير كل الأمور بسلاسة، لكنني أوافقك أن المواهب تألقت وأثبتوا مهارتهم،
لاعبون مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وجوليان دراكسلر الذين شنوا معظم الهجمات. أعتقد أننا تكبدنا هدفين أثناء تفوقنا عدديا، وهذا أمر يجب علينا إعادة النظر فيه حتى يكون بوسعنا الارتقاء بالمستوى في مثل هذا الوضع. لعبنا ضد فريق سجل 3 أهداف في شباك مانشستر سيتي في مباراته الأولى في دوري الأبطال. تعليقك؟ يعني أبدأ من الآخر، ما قال لك سجل 3 تم واتغلب 6 بالظبط. يعني هو سجل 3 مثلا واتغلب 4-3، ده تبرير يعني مش في محله بصراحة. هو سجل 3 بس اتغلب 6-3، لكن هو بيوضح الكلام إن هو المواهب بدأت تشتغل، لكن في النهاية في برضه ما زال الأفضل لم يأتي بعد. على سبيل يحصل التجانس هتلاقي الفريق في حتة تانية، بس يحصل التجانس ده المفروض يحصل أسرع من كده، لأن هو لعب تقريبا 8 أسابيع أو 9 أسابيع في الدوري الفرنسي، تقريبا 8 وثلاث جولات في دوري أبطال أوروبا، يعني 10 ماتشات. يعني انت عايز ايه تاني اكتر من كده؟ مفترض يبقى فيه اسرع من كده ايقاع في، وحتى على مستوى النقاد بيقولوا الكم من النجوم وهذه الامكانيات الكبيره لازم يكون فيه تحسن من اداء باريس سان جيرمان. مش محتاج ابدا 10 ماتشات صحيح. او يمكن 11 ماتش او اكتر. طيب نروح للمباراه الثانيه، كانت في نفس المجموعه ما بين السيتي وكلوب بروج، ونتيجه كبيره فوز السيتي. شفت المباراه ازاي؟ طبعا منطقيه 5-1 لمانشستر سيتي، ما فيش اصلا فروق يعني المقارنه صعبه جدا. يعني السيتي حتى السيتي كسبان قبل كده لايبزيج 6، طبعا خسران قدام باريس سان جيرمان، ده كان تحدي خاص لان هو اللي خرجه السنه اللي فاتت في الدور قبل النهائي وحرمه من ان هو يصل للنهائي. كسب بروج 5-1، المباراه كانت من تقريبا من طرف واحد. يمكن اللي شايفه الميزه الوحيده اللي كان ان رياض محرز كان سجل هدفين من الخماسيه، هو كده تخطى رقم رابح ماجر كاكثر لاعب جزائري سجل في دور الابطال، كان مسجل 11 هدف، كان متساوي معاه قبل المباراه دي رياض محرز، دلوقتي تخطاه بهدفين فبقى 13 هدف. اكيد رياض محرز لاعب كبير جدا، يمكن لما سجل هدفين دول بقى في طريق مفتوح انه يزيد اكتر من كده، واكيد طبعا هيزيد، ونتمنى كل التوفيق انه يبقى بقى اكتر لاعب جزائري سجل 13 هدف وبعد كده والطريق مفتوح انه يزيد الرقم. يعني اكيد رياض محرز بيقدم مستويات رائعه مع المان سيتي، وبيب جارديولا المدير الفني للمان سيتي قال ايه بعد المباراه. Well, Cole has a special quality in front of the box. Has this talent that is difficult to find. إنها واحدة من أفضل مبارياتنا في أوروبا من ناحية الأداء. درست قدرات فريق كلوب بروج في عطلة المباريات الدولية وشهدت أكبر قدر ممكن من مبارياته، وأدرك أنه قدم هنا في بلجيكا أداء جيدا ضد باريس سان جيرمان. انتصر في ألمانيا على لايبزيغ، لكننا سيطرنا على المباراة. وكان بناؤنا للهجمات وضغوطنا جيدين. أدرك قدرة هذا الفريق على إرسال التمريرات الطويلة وتمتعه بلاعبين مهارة. أفلحنا في استعادة الكرة بسرعة ولعبنا بشكل جيد، إذ لم نمرر الكرة عبثا بل أرسلنا تمريرات متعددة. اندفعنا للأمام بصورة جيدة وكان بوسعنا تسجيل عدد كبير من الأهداف. طبعا بيب جارديولا اكيد طبعا هو المرشح يمكن الاقوى، زي ما قال طبعا محسن في 4-5 فرق مرشحه للفوز بهذه البطوله القويه جدا، اكيد منها المان سيتي. تعال نشوف بقى طبعا ترتيب المجموعه، لان زي ما بنقول هي المجموعه باريس سان جيرمان طبعا والمان سيتي الاقرب بشكل كبير. كان في يمكن مع بدايه القرعه كنا بنقول احتمال كبير لايبزيج يكون ليه دور، لكن من الواضح من خلال الترتيب ان طبعا لايبزيج يعني بره بعد خالص عن المنافسه. باريس سان جيرمان في المركز الاول ب7 نقاط، المان سيتي في المركز الثاني ب6 نقاط، كلوب بروج في المركز الثالث ب4 نقاط، ولايبزيج اخر المجموعه 0 من النقاط. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، طبعا باريس سان جيرمان والسيتي يمكن الجوله الرابعه هتاكد ده اكتر لما يكرروا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي فوزهم، وده يعني متوقع بنسبه كبيره على كل من كلوب بروج ولايبزيج. يمكن حتى السيتي بيتميز بحاجه ان هو وليفربول واياكس بعد بايرن ميونخ الاكثر تهديفا في البطوله ب 11 هدف. يمكن بايرن ميونخ هو الاقوى دفاعا وهجوما، 12 هدف و0 اهداف طبعا في مرمى. يعني انا بتكلم ان هو يعني رغم ان هو في المغلوب او في المركز الثاني، بس ده عشان ده التحدي الخاص ما بينه وبين باريس سان جيرمان، دي بطوله لوحدها. لكن هو في النهايه في طريق مفتوح اكيد للتاهل للدور الثاني، هو من المجموعه دي هو باريس سان جيرمان، واعتقد الثالث ممكن يبقى كلوب بروج زي ما الترتيب كده موجود. يعني هو او غالبا هو ده اللي هيحصل، وهيبقى هو في هينضم طبعا. نروح للمجموعه الثانيه، وكانت مباراه قويه جدا. المجموعه تضم طبعا
المجموعه اللي فيها ليفربول اتلتيكو مدريد ميلان وبورتو، وكانت مباراه قويه جدا جدا ما بين طبعا ليفربول ويمكن اتلتيكو مدريد. يمكن كان طبعا برضو فيها روح الصقر شويه، لانه كان طلعوا الموسم اللي قبل اللي فات، هو كان بطل اوروبا ليفربول وجهزهم على ارضه وهزموا ذهابا وايابا واخرجهم من البطوله، كان فيها بعض روح الصقر. يمكن كان موفق ليفربول كتير ان هو في حاجتين، رقم واحد ان هو طبعا محمد صلاح في اوج عطائه في بيعيش افضل ايامه في الفتره الحاليه، كمان في المقابل اتلتيكو مدريد ما لعبش بالمناسبه الجوله الاخيره في الليجا الاسبانيه هو ولا مدريد ولا ريال مدريد، لان هم في نظام كده في الليجا انه لما بيبقى بعد التوقف الدولي اللعيبه اللي بيبقى معاهم عشان طول المسافه مع امريكا الجنوبيه ما بيلعبوش، يعني بيتاجل لهم ماتشات، فكان متاجل له ماتش في الاسبوع الاخير ده في الليجا فما لعبش. يمكن ده يمكن يكون اثر شويه على جاهزيه اللعيبه طبعا اللي بيبقى رجله في الملعب غير اللي واخد راحه، فدي حاجه. طبعا مع محمد صلاح طبعا الاميس في البطوله دي، يمكن الطرد اثر بشكل كبير، وخصوصا جريزمان مش اي حد، جريزمان سجل الجونين لاتلتيكو مدريد فبيأثر، وطرد مستحق تماما كلنا لما شفنا قلقت على ليفربول بعد عوده اتلتيكو مدريد بعد يمكن 2-0، وكانت اعتقد الناس كلها قالت المباراه خلاص في صالح ليفربول، عوده طبعا اتلتيكو مدريد واحراز هدفين، وطبعا جريزمان كان عنده عامل كبير جدا، قلقت على المباراه طبعا لان عاده اتلتيكو مدريد فريق بلغه الكوره رخم غتت بلغه الكوره، ان هو يمكن حتى هو يعني ايه هو الوحيد اللي تجرأ في الليجا ان هو يهين او ياخد بطولات من ريال مدريد وبرشلونه في اوج شهرتهم، مش دلوقتي يعني من 10 سنين خد 2 دوري، خد كاس سوبر، خد كاس، كان بياخد دايما من ريال مدريد وبرشلونه، حتى كان بيطلع برشلونه في قمه مجده من دور الابطال، وكان يطلع هو يقابل الريال ويتغلب بصعوبه وضربات جزاء. بس الفريق معروف على اتلتيكو مدريد الحاله الدفاعيه القويه جدا، وانه بيلعب بشكل دفاعي اكتر من رائع، بيعتمد على ده صحيح على الحماس كمان بتاع ديجو سيموني، ده بيلعب بيأثر كتير، انه يحرز في خلال ثلث ساعه ان ليفربول يحرز هدفين. لا بالظبط كان امر صادم حتى لسيموني، كنا شايفينه كان في نوع من انواع الصدمه، ان ازاي فرقته اول مره اعتقد في مباريات كتير انه يتراجع بهدفين في اول نص ساعه. بالظبط، ولولا الطرد بقول لك كان ممكن النتيجه تتغير، الله اعلم كان ايه اللي هيحصل، بس كان ممكن الطرد، كان ممكن المباراه تتغير لصالح اتلتيكو مدريد، لانه عمل ريمونتادا على ليفربول، وليفربول بقى تايه شويه في الملعب، يعني لما دخل في جون بعد الجون الثاني خلاص بقى تايه، حس ان هو بقى شكله وحش. في المقابل اكيد اتلتيكو مدريد خد دفعه معنويه كبيره جدا وعلي، ومع الجمهور مع الحكومه بيتاثر بالحاجات دي، الكلام ده مش موجود قوي في اوروبا، بس عند اتلتيكو مدريد حتى لما كل الصوره لما تيجي على ديجو سيمون عمال للجمهور يلا يلا، يعني بعد الجون الثاني حس طبعا صحيح. انه رجع في المباراه بشكل كبير بعد ما كانت هربت منه. أيوة. فعادت سيموني طبعا احصائيه المباراه طبعا قدامنا ما بين ليفربول واتلتيكو مدريد، طبعا فوز 3-2 على ليفربول على اتلتيكو مدريد 3-2، الفرص 6 ليفربول احرز منها 3 اهداف، اتلتيكو مدريد 8 فرص احرز منها هدفين، الاهداف المتوقعه كانت لصالح ليفربول بنسبه صغيره، يعني ليفربول 1.5 اتلتيكو مدريد 1.2، نسبة الاستحواذ لصالح ليفربول 63% مقابل 37%، التمريرات نسبتها التمريرات صحيحة نسبتها 89 ليفربول 79 لأتلتيكو مدريد، التصويبات 11 ليفربول منها 6 ما بين القائم والعارضة مقابل 7 تصويبات لأتلتيكو مدريد منها 5 ما بين القائم والعارضة، عرضيات ليفربول 6 أتلتيكو مدريد 7، ركنيات ليفربول 5 أتلتيكو مدريد 2. دايما لغه الارقام ما يعني ما بتديكش ايضاح كامل لسير المباراه، وانا في رايي كانت مباراه يعني كانت مهمه جدا جدا خاصه لاتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد كان مهم بالنسبه له جدا ان احنا ان هو يكسب المباراه ديت. معلش فاصل سريع، لكن لينا لسه كلام كتير عن الشامبيونز ليج، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. محسن قبل الفاصل كنا بنتكلم على مباراه طبعا اتلتيكو مدريد امام ليفربول، عايز اتكلم على الاثنين المدربين يورجن كلوب وسيموني، شايف هل اخطا مثلا سيموني في تشكيله في بدايه المباراه، عدم وجود سواريز من بدايه المباراه ادى شويه اريحيه لدفاعات ليفربول وبالتالي قدر اول ثلث ساعه يحرز هدفين؟ اكيد ما كانش متوقع السيناريو ده، يعني هو ابقى يعني سيموني يعني اعتقادي والله اعلم ان هو عايز يخلي ورقه رابحه
عنده على الدكه في حين النتيجه حتى تعادل او فريقه متقدم فينزل ده يبقى قوه ضربه. اكيد فكره كان يعني عهدنا بسيموني دايما يعني بتاع الحاجات دي الحاجات الحماسيه الحاجات اللي زي كده. اكيد طبعا كان في توفيق عالي بصراحه ليفربول مش بس في الجون الاولاني ده اجتهاد شخصي لصلاح, لكن الجون الثاني كمان كان على طول اللي هي الضربه المباشره دي لما جت النتيجه بقت 2-0 الدنيا عالت شويه مع ليفربول. اعتقد زي ما قلت لحضرتك قبل الفصل ان هو كان موقف بس اتلتيكو مدريد كان سيء شويه, لان هو في المجموعه حتى كان بدا بتعادل مع بورتو وبعدين كسب بره في كسب ميلان في مباراه كان فيها شك تحكيمي مع بالظبط كان فيها امور تحكيميه خطا مع الحكم التركي. فالماتش ده كان لازم يفوز او على الاقل كان ما يخسرش, لكن هو خسره وكان ممكن يخسر باكتر من كده طبعا لما عمل الريمونتادا اللي كانت رائعه جدا بالنسبه له اللي خدت خلي شويه يورجن كلوب مش عارف يعني اصابه نوع من التشويش الفكري في لحظه التعادل لما جون التعادل الثاني لجريزمان جه, لكن طبعا من عند ربنا كده جه الطرد غير مبرر تماما بصراحه من الضربه اللي عملها جريزمان اللي هو الطرد اللي جه طبعا طرد مستحق تماما. كلنا شفنا كوره لكن هي كانت مفاجاه شويه للناس انه ما حدش شافها, لكن هنشوفناها في الاعاده. طيب طرد محسن برضه عشان ندخل يعني كمان خبرات من خارج مصر كمان نتكلم على هذه المباراه معانا نيكوديموس عبر زوم. نيكوديموس بابا فاسيليو طبعا لاعب نيوكاسل يونايتد السابق معانا على زوم, طبعا بنرحب بيه على قناه النادي الاهلي في برنامج المحترف وبنقول له مساء الخير اولا, وعايزين نعرف كمان رايه طبعا في اكيد نجمنا محمد صلاح اللي كل العالم بيتكلم عليه, رؤيته ايه اللي محمد صلاح فيه يمكن الفتره اللي فاتت, وهل محمد صلاح فعلا يستحق عن جدارة الفوز بالبالندور لعام 2021؟ مبدئيا أود أن أشكركم شكرا جزيلا على أن أكون واستضافتي على هذه القناة, وهو من دواعي سروري أن أكون معكم وأن أتحدث معكم في مصر. فيما يتعلق بمحمد صلاح بالتأكيد هو يستحق عن جدارة لقب لاعب العالم لأنه كان مميز للغاية, ويمكن أن أقول أنه أو أن الكثيرين كانوا ينظرون إليه ويتابعونه عن كثب, وقد وصل إلى مستوى مذهل في هذه المرحلة وفي مسيرته المهنية, وهذا جعله على مستوى ميسي ولاعبين كبار. وأعتقد أن محمد صلاح وصل إلى هذه المرتبة, مرتبة اللاعب الأول في العالم. هو لاعب مميز ويتحسن بصورة كبيرة عام بعد عام, واستطاع أن يحرز أهداف كبيرة واستطاع أن يسجل أهداف رائعة, ورأينا أيضا كيف كان يتقدم عبر السنوات بصورة مذهلة. طبعا بما أنك كنت طبعا واحد من اللاعب في طبعا البريمير ليج ونيوكاسل, عايز برضو أعرف رأيك في طبعا ستيف بروس طبعا وإقالته الفنية من نيوكاسل خلال يمكن الأسبوع الأخير من الجولة ده, رأيك الفني إيه, ورأيك كمان في نيوكاسل كنادي بيخش مستثمر كبير بيرعى هذا النادي, شايف مستقبل نيوكاسل إيه الفترة اللي جاية؟ نعم بالتأكيد. أولا أنا سعيد للغاية للمالكين الجدد للنادي في هذه المرحلة, واللي يحدث تغيير ربما تغيير في النادي. بالتأكيد نيوكاسل نادي كبير, وخلال السنوات التي عملت بها معهم ولعبت معهم كان ربما من أفضل السنوات التي كانت لنيوكاسل في البريمير ليج, وكان فريق مميز للغاية عندما كنت معهم. وفي هذا العام كانت هناك الكثير من التحديات أمام هذا النادي الكبير, وربما خلال 14 عام الماضية عندما كانت هناك قيادات مختلفة
لم يستطع ربما يستطيع أن يجذب لاعبين كبار في هذه المرحلة. صحيح. يعني من وجهة نظره من وجهة نظره كمان مهم جدا نعرف رؤيته لنيوكاسل ايه المفروض يحصل في الفترة اللي جاية بعد وجود مستثمر كبير، ايه اللي شايفه ممكن التغييرات الواجب احداثها في نيوكاسل لعودة نيوكاسل يمكن المنافسة على البريمير ليج ووجودها كمان في مسابقات اوروبا اذا كان الدوري الاوروبي او الشامبيونز ليج. سيستطيع ان يكون واحد من افضل الانديه في المرحله القادمه، لا اشك في ذلك. نيوكاسل ربما هذا سياخذ بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت وفي هذه المرحله نيوكاسل يحارب من اجل ان يكون في مرتبه متقدمه. ربما هذا سيستغرق بعض الوقت. اولا في المرحلة القادمة سيحتاجون لجذب لاعبين جدد واللاعبين المميزين في الأماكن الصحيحة، وربما في السنوات القادمة نيوكاسل بالتأكيد سيستطيع أن يصل إلى المرتبة التي يستحقها في المكان التي بها ربما ليفربول وتشيلسي، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها. بالتأكيد هذا سيحتاج إلى بعض السنوات ليصلوا إلى هذا المستوى وينتقلوا من مستوى إلى آخر في السنوات القادمة بالتأكيد. طيب أكيد يمكن كمان هو متابع بشكل كبير جدا يمكن الفيفا، يمكن عندها خلال الأسابيع أو الأيام القليلة القريبة خلال شهر ديسمبر هيكون في اجتماع مهم للفيفا لطبعا يعني هل إقامة كأس العالم خلال سنتين هتكون هو الاختيار الأفضل لكرة القدم العالمية من خلال طبعا الطرح اللي طرحه الفيفا بأن يكون كأس العالم كل سنتين، رأيه الفني في الجزئية دي، وهل هو طبعا هو كمان دلوقتي كمدير فني في الدوري الأبروسي، هل شايف ده في مصلحة الكرة العالمية؟ أعتقد أن هذا من السابق لأوان أن نتحدث عن هذا القرار، لأن كل مدرب ربما أحيانا يشتكي من بعض الضغوط التي تمارسها عليه، ولكن عندما يتم إقامة كأس العالم كل عامين لا أعرف ربما خاصة في أوروبا أين سيضع هذا الكرة بشكل عام، أين سيتم إقامة البطولات الأوروبية. من السابق لأوان ربما أن نفكر في ذلك، ولكن أعتقد سيترتب على هذا الكثير من المشاكل. أعتقد أنه يجب أن تكون على ما هي عليه الآن، لأن حتى الآن هناك الكثير من الأندية وربما هناك الكثير من المدربين يشتكون من الضغوط التي تمارس عليهم. بابا فاسيليو طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون في لقاءات أخرى قادمة بإذن الله. محسن نرجع تاني للتشامبيونز ليج وبنتكلم على يمكن اتكلمنا على سيموني ويمكن كان في مفاجأة بعدم إشراك سواريز في بداية المباراة، على الجانب الآخر نتكلم على يورجن كلوب. يورجن كلوب شايف تعامله ازاي مع المباراه من خلال التشكيله، تعتبر تشكيله ثابته، فيرمينيو بعد ما احرزه بعض الاهداف في البريمير ليج بترجع له الثقه ثاني، شايف اداء يورجن كلوب في المباراه ديت ازاي؟ اداء بصراحه كان رائع، لان هو زي ما حضرتك قلت ان هو عنده اداء ثابت في الفتره الاخيره، يمكن زاد عليهم طبعا او في حتتين كانوا في صالحه. رقم واحد تالق صلاح اللي بسم الله ما شاء الله في اوج تالقه في الفتره الاخيره في وهج تالق عالي جدا، بلس ان هو فيرمينو بيرجع بقى للتهديف وبيرجع للمشاركه وسجل هاتريك في الماتش الاخير لليفربول، فده اداله خلى بقى عنده خلاص الاوراق كلها موجوده، وصلاح فيرمينو ساديو ماني كل العناصر على اعلى مستوى، فهو ما كانش عنده تقريبا مفاجاه في التشكيل. يمكن هو كانت حماسه يمكن اكتر اتلتيكو مدريد اللي بغتته بالهدفين اللي هم جم التعادل في غفله كده من الدفاع وده حصل، لكن طبعا خدمته الظروف ان هو طبعا طرد جريزمان اللي هو اداله خلاه انه ممكن بدل المباراه ما تخلص تعادل ان هو ولما لا يسعى الفوز، وطبعا اتت ثمرها في الهدف اللي سجله محمد صلاح من ضربه جزاء. يمكن يورجن كلوب من افضل المدربين على مستوى العالم، وكان مهم جدا بالنسبه له الفوز على اتلتيكو مدريد لصداره المجموعه.
يوجن كلوب كمان قال يمكن جملة عجبتني جدا لما الناس بتسأله أو بتقارن ما بينه وما بين صلاح وميسي، قال جملة ظريفة، قال لك محمد صلاح هو محمد صلاح، محمد صلاح ليه نكهة خاصة، محمد صلاح ليه موهبة خاصة، محمد صلاح ما شاء الله يعني بيكسر كل الأرقام القياسية. تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان يورجن كلوب قال إيه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 3-2. It was an intense game. I didn't see a game where it was constantly on the edge, to be honest. But the situation with Diego, I have to say, that's. كانت مباراة قوية، لم أرى من قبل مباراة مثيرة إذا كانت دائما على الحافة. أما بشأن الوضع المتعلق بديغو سيميوني، أردت مصافحته لكنه كان يركض بعيدا عني، كان بوسعي الالتفات لكنني ظللت واقفا وكنت متأثرا مثله. لا أعتقد أنه ارتكب أي خطأ ولست سعيدا بتصرفي، إلا أن ذلك لم يكن أيضا سيئا. سنتصافح بلا شك عندما نلتقي في المرة القادمة، ليس هناك خلاف بيننا، لم نتحدث أثناء المباراة، ولا يخفى على أحد أنه شخص عاطفي وأنا كذلك، لكننا كنا هادئين معظم الفترات في مباراة الليلة المثيرة. طبعا يورجن كلوب بيتكلم على يمكن حماسة طبعا سيموني خلال المباراة، وقال له ما عنديش مشكلة، وما كانش بيوجه لي أي كلام، وما فيش سوء تفاهم أو في يعني بعض يعني سوء تفاهم بينه وبينه، لكن من الواضح أن كمان سيموني كان متحمس كعادته على الخطوط، ويمكن في وقت من الأوقات كان يورجن كلوب كان متحفظ شوية على يعني أداء سيموني خارج الخطوط. دي عادات سيموني بالمناسبة، هو حسنا فعلا بعض المباراة وضح الحتة دي وقال أنا ما فيش أي مشاكل بينه وبين يورجن كلوب، أنا ضد أصلا المصافحة مع بين المدربين بعض المباراة، يعني أنا ضدها، لكن أكيد لو قابلت يورجن كلوب أكيد هسلم عليه ما فيش أي مشاكل خالص. هو بس كان عنده الحتة دي، بلس طبعا أنه اتغلب بالشكل اللي عنده طرد، وبعدين هو كان بيطالب بطرد لأحد لاعبي ليفربول. اللقطة بتتكلم عليها أنه هو بعد المباراة جري على طول يعني على أوضة اللي بالظبط على طول، حتى يورجن كلوب راح سلم على الدكة وقال لهم يعني كنت يعني كنت هسلم عليه، اللقطه جابت كده. فيعني بتبقى حاجات هو سيموني متعود على كده، يعني دايما شخص خارج الملعب، وطبعا مدرب لا يعول عليه، لكن هو خارج خط المباراه بصراحه بيبقى على طول عصبي نيرفز، مش عارف بيعمل حركات، هو معتاد كده يعني ليه علاقات كده مع الجمهور، لكن هو راجل بصراحه يعني وضحها بسرعه ان ما فيش اي مشاكل خالص. انا بس معترض على حته ان اقعد اسلم ان المدربين يتصافحوا بعد المباراه، ما فيش داعي. كمان هو كمان كان مضغوط ان هو زي ما قلت حضرتك ان هو اتعادل مع بورتو، فاز بصعوبه على ميلان، المباراه دي على الارض، المباراه الجايه برده في هتبقى الجوله الرابعه في مدينه ليفربول، اكيد بنسبه كبيره ممكن يخسرها، فده بيأثر عليه ان هو ممكن يحسم الصعود بدري يعني. هو ده اللي كان يقصده. بس يمكن انا برده عندي تحفظ على سيموني في الجمله اللي قالها ان هو ما فيش داعي ان المدربين يسلموا على بعض على المباراه، اعتقد ده شيء جيد جدا وبيفيد الجماهير، وعنصر جميل جدا في كره القدم. حتى لو كنت مغلوب، لكن بعد المباراه من الواجب ان اللعيبه والمدربين كمان يصافحوا بعض بشكل ودي. تعالوا مع حضراتكم نشوف سيموني بعد الهزيمه من ليفربول قال ايه في المؤتمر الصحفي. كانت مباراة جيدة بين فريقين لعبا لأجل الفوز مع احتجاجات من الجانبين، لأن هذه طبيعة كرة القدم. حابان الحكم في المباراة السابقة في ميلان عندما لوح بالبطاقة الحمراء للاعب اي سي ميلان وسط احتجاجات من ذلك الفريق. قرروا أن غريزمان يستحق بطاقة حمراء مباشرة وليست هذه المشكلة. لم أشعر بأنه تم الإضرار بنا. أحسن الحكم الأداء في المباراة وبدأ ليفربول المباراة بصورة عظيمة وهاجم بشراسة وكان ردنا جيدا، ثم أظهرنا صلابتنا عندما لعبنا بعدد أقل من اللاعبين لفترة طويلة، بل وكنا على مقربة من تسجيل هدف التعادل في النهاية بواسطة كوريا. أريد دائما الحديث عن النواحي الإيجابية. أعتقد أن النداء باحتساب ركلة جزاء في حق ماريو هيرموسو كان سريعا جدا، بينما أمعن الحكم النظر أكثر من مرة وراجع الشريط عندما جاء دورنا للمطالبة باحتساب ركلة جزاء لصالحنا. لا أقول إن هناك انعدام توازن، فالوضع أكثر تعقيدا من ذلك، لكنني أعتقد أن الحكم كان بوسعه تقديم أداء أفضل. في واضح ان في توتر بالنسبه كمان لحكم المباراه، لان انت زي ما قلت يمكن خروج غريزمان من المباراه كان ليها تاثير سلبي جدا على اتلتيكو، وبالعكس كان ليها تاثير ايجابي على ليفربول. وطبعا زي ما بقول لك مباريات حساسه جدا،
والتحكيم بيلعب فيها دور كبير جدا جدا. ويمكن سيموني اتكلم على مباراته امام الميلان وكان في جدل كبير جدا حول هل فعلا كريزمان يستحق البطاقه الحمراء. عشان نعرف انا وانت والساده المشاهدين معانا طبعا على التليفون الحكم الدولي ناصر عباس. مساء الخير عليك يا كابتن. تحياتي كابتن هاني وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان وتحياتي لضيفك الكريم. طبعا الجدل التحكيمي في العالم كله يعني ما فيش مباراه تخلو من الجدل التحكيمي. ويمكن حضرتك لو تابعت اكيد مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد وكان في لقطه جدليه يعني ما بين طبعا اشهار البطاقه الحمراء لكريزمان لاعب اتلتيكو مدريد في وقت صعب جدا وبعض الانتقادات على الحكم هل يستحق هذا الكارت الاحمر المباشر ام كان يكفي الانذار او يعني تحليلك الفني لطرد جريزمان في مباراه اتلتيكو مدريد. تمام يا كابتن هاني، احنا شفنا امبارح بطاقه حمراء تم اشهارها فورا نتيجه جريزمان لما يعني دخل بنقول ايه الدخول في الوجه يا كابتن هاني، الوجه دوت منطقه حساسه جدا جدا جدا. صحيح. البعض بيقول يمكن هو مش واخد باله او مش قصده او هو ما شافش، ولكن القانون هنا يا كابتن هاني ما فرقش ما بين ان هو شاف او ما شافش، القانون هنا بيتكلم على الحدث ذات نفسه. لما تبقى الرجل رايحه مفروده في الوجه مباشره يا كابتن هاني مباشره واستخدم فيها قوه زايده، هنا طبقا للقانون ما فيش فيها الجدل، البطاقه الحمراء يتم اشهارها فورا، ودوت اللي حدث بالفعل. الحكم لم يتردد في اشهار البطاقه الحمراء، يشوف هنا الرجل مفروده، هو يمكن ما شافش، ولكن العبره بالحدث او بالواقع ذات نفسه يا كابتن هاني، هنا الاستردات رايحه في الوجه، والوجه ده منطقه حساسه جدا جدا جدا. لما يبقى اللعبه بالشكل دوت لابد ان اشهار فيها البطاقه الحمراء، وقرار الحكم كان فيها قرار صحيح 100%. يعني كابتن برضه هاخد من كلامك العمليه، لان في فعلا ناس كتير اتكلموا ان هو جريزمان ما كانش شايف الخصم وهو كان باصص لاتجاه الجون والكوره عدته فلف بدون ان ينظر ان في تواجد خصم، حتى كان في لاعب من اتلتيكو مدريد بجانب لاعب ليفربول، وبالتالي كانوا بيقولوا ان ممكن تكون العقوبه اقل، يعني بالنظر ان هو ما فيش جزء التعمد، ان هو بلغه الكره كده مش قاصد انه يعني يصيب لاعب ليفربول. تمام يا كابتن هاني، تمام، كلامك محترم جدا جدا، بس انا هنا بعاقب اللاعب على المخالفه، وشده المخالفه هنا كابتن هاني كانت الشده عاليه جدا جدا. احنا قلنا المخالفه بيبقى في حاجه اسمها اهمال وتهور واستخدام قوه زايده. الاهمال احنا قلنا مفيش فيه بطاقه، التهور هو يعتبر يمكن فوق الاهمال بدرجه، فالحكم بيشهر بطاقه صفراء. هنا الحمراء بتيجي هنا للعب العنيف، هنا في لعب كابتن هاني. وبعدين في حاجه مهمه جدا، هل اللاعب النهارده لما بيلعب في المستوى ده برجليه، هل هي كره القدم بتتلعب كده في المستوى الراس ولا بتتلعب تحت بالرجل؟ دي مهمه جدا جدا. انا معاك ان اللاعب لم يقصد ابدا وما شافش اللاعب، ولكن انا العبره هنا بالحدث، لان زي ما قلت الحدث هنا فرض نفسه، وبالتالي هنا الحكم لم يتردد في اشهار البطاقه الحمراء، لان الوجه هنا بنقول منطقه حساسه جدا جدا، وفي القانون شرع القانون فيها ان لما يبقى فيه استخدام قوه زايده في الوجه لابد اشهار البطاقه الحمراء فورا، وده الحكم عمله، والفار اكد الكلام الحكم في اتخاذ هذا القرار. تقريبا يا كابتن ناصر في نفس الوقت كان في لقطه مماثله لمباراه الميلان امام بورتو، وكان في لقطه لابراهيموفيتش تقريبا بنفس اللقطه رفع رجله بمستوى عالي جدا واصاب لاعب بورتو، ولكن في هذه الحاله يعني اشهر الحكم البطاقه الصفراء لابراهيموفيتش، بالرغم من ان بعض الناس او بعض المحللين قالوا ان يمكن ابراهيموفيتش كان شايف كويس قوي في اتجاه اللاعب ورفع رجله بهذا الارتفاع، في حين ان جريزمان ما كانش شايف ولكن برضه كان في ارتفاع في القدم. شايف تحليل الجزئيه دي ازاي؟ نفس اللعبه يمكن ابراهيموفيتش كمان كان في المواجهه، يمكن حكم اشار البطاقه الصفراء وعلى الجانب الاخر اشار البطاقه الحمراء. تمام يا كابتن هاني، حضرتك قلت كلام جميل جدا جدا. اللعبه دي خدت جدل كبير يا كابتن هاني، البعض قال حاجه مهمه، قال ان اللاعب هنا كان عنده نيه لعب الكره. يعني اللاعب اللي هو ابراهيموفيتش عنده نيه لعب الكره، وفعلا هو قبل ما الرجل تصطدم بالوجه كان هو تقريبا لمس الكره الاول، ولكن السؤال زي ما حضرتك قلت هنا،
هو هنا شايف كويس قوي قوي اللاعب، وهو شايف ان هنا لابد انك انت هنا تتعامل مع الكره مش بالقدم، ممكن تتعامل بالراس او باي شيء ثاني غير القدم. وهنا بنقول ان الحكم هنا اخطا في اشهار البطاقه الصفراء، وكان يجب ان هو يتم اشهار البطاقه الحمراء، لان الواقعتين بالظبط كابتن هاني الاسترداد رايحه في الوجه، وقلنا دي بصرف النظر عن نيه اللاعب سواء كان عاوز يلعب او ما يلعبش. انا هنا في العبره في النهايه ايه؟ ان هل اللاعب استخدم اللعب العنيف في المخالفه ولا ما استخدمش اللعب العنيف؟ وقلنا الوجه هنا هو دي المشكله، ان هي الكره جت في الوجه. الحكم هنا اخطا في اشهار البطاقه، وبالتالي هنا اجمع الخبراء تقريبا على ان دي تستحق البطاقه الحمراء، ويمكن ده قرار اصعب من القرار اللي هو اللي فات، يعني اللي فات ده كان صحيح. قرار سهل، ولكن دي كان لابد اشهار البطاقه الحمراء مباشره في هذه الحاله. طيب كان في كمان حالتين، يعني حالتين ضربات جزاء، ضربه جزاء لصالح ليفربول واتحسبت، وكان في ضربه جزاء حكم يعني الحكم حسبها لصالح اتلتيكو مدريد، ولكن بعد العوده للفار تم الغاء ضربه الجزاء لصالح اتلتيكو مدريد. برضو رايك الفني في ضربتي الجزاء كابتن؟ كابتن هاني لو نلاحظ ركله الجزاء الاولى اللي تم احتسابها لنادي ليفربول، هنلاقي ان الحكم في تمركز اكثر من رائع، وعنده زاويه رؤيه مفتوحه تماما لمشاهده الحدث، وبالتالي هنا لاعب المدافع هنا اهمل في المنافسه على الكره مع لاعب ليفربول، وارتكب مخالفه تستحق ركله حره مباشره، لما بنقول ان هي داخل منطقه الجزاء بيتم احتساب ركله جزاء. لم يتردد نتيجه التمركز ونتيجه صحه القرار ونتيجه زاويه الرؤيه الواضحه ليه في احتساب المخالفه، وبالتالي انا شايف هنا ركله جزاء صحيحه لنادي ليفربول. وزي ما قلت هنا الفار هنا عمل كونفيرم على القرار، يمكن هو ما راحش شاف صحيح، لكن اكد على طول في الملعب قال له تمام قرارك كان قرار سليم والمخالفه موجوده بحساباته. طب نيجي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لصالح اتلتيكو مدريد، الحكم حسبها وكان في جزء بعض الثواني الفار كان بيراجع، ولكن اعتقد كمان بعد مراجعه حكم الفار استدعى الحكم لرؤيه ضربه الجزاء بنفسه والحكم النهائي يكون ليه يعني. ممتاز يا كابتن هاني، وبحييك طبعا. الاربع لقطات هم اربع لقطات المباراه تقريبا هم اللي يعتبروا الاخطاء اللي هي كانت مؤثره في نتيجه المباراه. احنا قلنا دايما الحكم يا كابتن هاني عندما يتخذ القرار الصحيح لابد ان يكون هناك عوامل نجاح لاتخاذ القرار او مفتاح القرار، ومفتاح القرار قلت انا في الحاله الاولى هو تمركز الحكم الصحيح واخذ زاويه رؤيه، لان هو عشان يشوف الحدث لابد ان هو يكون قريب فاتح زاويه رؤيه. هنا البدايه كانت بدايه خاطئه من حكم المباراه عندما لم يتوقع الحدث، وبالتالي كان سنة بعيد شوية، ما كانش عنده الزاوية الواضحة جدا 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 ان هو يشاهد الحدث، وبالتالي هو اعتمد على حاجة واحدة بس كابتن هاني، على الحس التحكيمي، اعتمد على الحس التحكيمي واعتمد على شكل الحالة. في حالة السكوت المهاجم اتلتيكو هو هنا خد بالحس التحكيمي وشكل السقوط، ولكن لم يأخذ بالتفاصيل الدقيقة للحالة ذات نفسها. فهو لما حسب هنا كان حسب عن تمركز سيء، ثم لم يوجد عنده التفاصيل الكامله للحدث، وبالتالي هنا الفار هنا لابد النهارده احنا قلنا في ركله الجزاء لابد ان الفار بيشيك وبيشوف القرار الحكم صح. هنا اللاعب عامل ايه يا كابتن هاني؟ اللاعب المهاجم كان ذكي جدا جدا يا كابتن هاني. هو حس ان في تنافس على الكره من اللاعب المدافع، وبالتالي هو استغل التلامس ده، ثم بناء على التلامس عمل صنع الوقوع، هو اللي صنع الوقوع المهاجم، يعني عندما يكون المهاجم يحس ان المدافع جاي يعني يحتك بيه يستغل هذا التلامس ان هو يعمل السقوط مصنوع عشان يحصل على ركله جزاء. الحكم هنا احتسب ركله جزاء انا اعتقد ان هي غير صحيحه بالمره، وزي ما قلت ان الحدث الحاله ضعيفه جدا، التلامس كان بسيط جدا جدا، هو اللاعب اللي مثل وخلى شكل اللعبه كويس. هنا الفار طبعا دوره كبير جدا جدا، لما جاب الحكم وجاب له البوينت اوف كونتاكت اللي هي لحظه التلامس اللي هي لا تستحق ركله جزاء، وبالتالي هنا رجع الحكم وغير قراره، وكان قرار الحكم والفار كان قرار صحيح في هذه الحاله. كابتن ناصر طبعا دايما بنتمتع برؤيتك الفنيه، وبنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف. شكرا جزيلا كابتن ناصر. لسه في طبعا محترف، ولسه في مجموعات كتيره جدا، وبطوله اوروبا والتشامبيونز ليج والاطاره والمتعه هنتابعها بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده الاستاذ محسن لملوم. محسن، اتكلمنا على ادوار يورجن كلوب، سيموني، بنتكلم على كريزمان، لكن ياتي في المقدمه طبعا اللي يهمنا ويمكن يهم ملايين الناس دور محمد صلاح. محمد صلاح في هذه المباراه كمان بيأكد بلا داعي للشك انه من افضل ولكن افضل مهاجم على مستوى العالم حاليا، من اداء اكثر من رائع، من تحركات اكثر من رائعه، من ادوار كبيره جدا جدا بيلعبها محمد صلاح. اكيد طبعا، بسم الله ما شاء الله. محمد صلاح طبعا بيجني ثمار جهد، هو جهد ذاتي بنأكد عليه دايما ان هو بيشتغل على نفسه. ان هو حتى في المباراه دي وصل لتسع مباريات على التوالي بيسجل فيها اهداف، من في بدايه الاسبوع كان حطم او وصل ساوى رقم دروجبا في البريمير ليج اكتر لاعب افريقي مسجل 104 هدف. ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي يتخطى هذا الرقم حتى لو بهدف في ديربي مع مانشستر يونايتد. كمان هو في الدور الابطال سجل هدفين، فاقترب اكتر من تحطيم رقم برضو دروجبا في كاكثر لاعب افريقي مسجل في دور الابطال، مسجل 44 هدف. هو كده محمد صلاح 33. الفرق ان كمان عدد سنين جدا، يمكن عدد المباريات بالنسبه لدروجبا اكتر كتير جدا جدا من عدد سنوات او عدد المباريات اللي لعبها. يعني ان شاء الله محمد صلاح زي ما قلت لحضرتك بيجني ثمار تعبه وجهده، فعشان كده فطريقه مفتوح لتخطي كل تحطيم كل الارقام دي ويصل ان شاء الله الى ما هو ابعد. يمكن يكفي ان هو مرشح في الكره الذهبيه، حتى وان كان فرص الفوز فيها واضح ان هي مش هتكون قويه، لكن هو طبعا الافضل على مستوى العالم. كان حتى كان يورجن كلوب قال لك هو لو بالانجازات او البطولات اكيد هو يعني هيتظلم، او ليفربول ما عملش حاجه السنه اللي فاتت فما خدش حاجه، لكن على المستوى الشخصي طبعا بيقدم بشكل عادي جدا، بشكل عالي جدا، قدر ينقذ ليفربول في اوقات كتيره من نتائج سيئه، قدر يحقق حتى الارقام برضو يا محسن على الشاشه قدامنا. يمكن الرقم اللي استوقفني برضو هقول لك الارقام سريعا، يمكن جريزمان طبعا او محمد صلاح، محمد صلاح عنده فرصتين بيحقق هدفين. يعني خلي بالك احنا دايما كنا بنتكلم ان الـ يعني المحصله النتيجه بتاعت مجهود اللاعب. محمد صلاح حتى في البريمير ليج ممكن جدا ثلاث فرص يحرز هدفين، اربع فرص يجيب ثلاث اهداف. فدي كمان اعتقد تطور في اداء محمد صلاح بشكل كبير. بالظبط، الاخطاء بتقل. يعني دايما كنت تلاقي المهاجم مثلا عنده 10 فرص مسجل منهم مثلا جونين ويبقى رائع، يبقى اداء كويس، لكن محمد صلاح واضح ان خبراته اللي بتزيد مع مرور الوقت بتخليه يقلل الاخطاء. حتى بقى عنده هدف مكرر يمكن بيسجله لثالث مره على التوالي، اللي هو الجون الاولاني اللي سجله في اتلتيكو مدريد، سجله في مانشستر سيتي، وسجله اعتقد في واتفورد المره الاخيره بنفس الشكل، بقى هدف ماركه محمد صلاح. يعني حتى من بره المنطقه يمكن الفرق اللي كان في السيتي وفي في واتفورد كان من جوه المنطقه، لكن وبعدين متنوعين، واحد برجله اليمين واحد برجله الشمال، المره دي من بره المنطقه. طبعا كان فيها انها خبطت في ميلنر، بصراحه كنت زعلان جدا ان في البدايه تسجل باسم ميلنر، لكن الحمد لله رجع الحق لاصحابه لانه هو اللي عمل الهدف، هو اللي صنعه، فات من واحد واثنين وثلاثه وقدر يسجل. واللي عجبني كمان يمكن ضربات الجزاء طبيعي انك تسجل، لكن في بعض المباريات بتبقى صعب انك تسجل، خاصه كمان كان في يعني لعب باعصاب محمد صلاح شويه. لا الاعصاب مش هتفرق معاه حارس يعني في خلي بالك في لعيبه بتتهز من الجزئيه دي. بس محمد صلاح اللي سجل جون ضربه الجزاء بتاع ملاوي في الدقيقه 93 اللي صعدت مصر كاس العالم بعد 28 سنه، اللي يعمل دي لا يعمل غيرها. عشان كده يمكن دي كانت فارقه في مع ليفربول، لما يورجن كلوب قال لك بعد ضربه الجزاء دي انا محمد صلاح هو اللي هيسجل بعد كده، او يبقى رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء. في مقارنه طبعا رقميه ما بين محمد صلاح وجريزمان خلال مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد. كريزمان عدد طبعا بعد الطرد يمكن في الدقيقة 15 من الشوط الثاني لعب 54 دقيقة، محمد صلاح لعب المباراة كاملة 94 دقيقة. عدد الأهداف، محمد صلاح أحرز هدفين، كريزمان هدف واحد. الأهداف المتوقعة كانت لصالح محمد صلاح بنسبة 0.9 لكريزمان 0.08. دي اللي بتكلم عليها فرص على المرمى. كريزمان جات له أربع فرص، حقق يمكن منها هدف واحد، وكان في يعني فرصه على المرمى او حقق هدفين. محمد صلاح فرصتين بهدفين، التصويب على المرمى 3 جريزمان، 3 ما بين القائم والعارضه، محمد صلاح 3 ما بينه، 2 ما بين القائم والعارضه. التمريرات لجريزمان 13 منها 10 صحيحه، محمد صلاح 33 منها 27 صحيحه، بنسبه 82% لمحمد صلاح مقابل 77% لكريزمان. زي ما بقول يمكن الفرص
اللي جت على المرمى 4 فرص لجريزمان، احرز منها هدفين، محمد صلاح فرصتين بهدفين. المراوغات طبعا محمد صلاح بنسبه هائله 4 مراوغات، منها الاربعه صحيحه. جريزمان مش الطيب اللي ممكن يعمل مراوغات بشكل كبير، لكن كمان ارقام مميزه لمحمد صلاح بشكل كبير. طبعا هو بصراحه يعني كويس جدا انه بقي في الدوري الانجليزي في ليفربول اللي بيعيش طبعا افضل فتراته دلوقتي، ما انتقلش للريال وللبارسا. ده الحل الطبيعي، انت تلاقي مثلا ديفيد بيكهام، مايكل اوين، الناس دول راحوا دوريات ثانيه، تحديدا طبعا اكبر ناديين في العالم ريال مدريد وبرشلونه، لكن كويس انه ما عملش كده، لان هم دلوقتي ما بقوش في قمه مستواهم. مع كامل تقديرنا يمكن الكلاسيكو اللي جاي ده كلاسيكو يعني هبط بنسبه 50% من اهميته بعد ما كان في رونالدو وميسي وبقيه المجموعه الكبيره دي. انا بتفق معاك، لان كان يمكن بعض الناس بتقول حان وقت ان محمد صلاح ينتقل من ليفربول، لكن اعتقد كان يعني قرار موفق جدا من محمد صلاح ومن كمان القائمين على اعماله. ده مهم جدا ان هو بيديله الادفايس، بيديله النصيحه بشكل جيد جدا. ومحمد صلاح اعتقد يعني من خلال ليفربول هيقدم مستويات وارقام كبيره جدا جدا. طيب صحيح. هنروح للمباراه الثانيه في نفس المجموعه ما بين ميلان وبورتو، شفتها ازاي؟ والله حاجه تزعل بصراحه، يعني ميلان اسم كبير جدا، ميلان ثاني اكتر نادي في اوروبا واخد بطوله دوري ابطال اوروبا بعد ريال مدريد اللي 13 واخدها بسبع بطولات، يعني هو مسمينه عملاق اوروبا. طبعا احنا عارفين ان هو كان يعني مستواه تذبذب، بقاله 7 سنين ما تاهلش دوري ابطال، لما تاهل بصراحه تفاءلنا به خيرا، لان هو حتى لما تشوف الكاليتش هو يعني هو دلوقتي الثاني بعد نابولي بفرق نقطتين، بعد نابولي فرق نقطتين، كون ان هو يصل بيه الحال ان ثلاث ماتشات يخسر الثلاث ماتشات صفر نقاط، دي حاجه سيئه جدا. خلي بالك جدا. يعني انت لو بصيت، انا طبعا اتفرجت على الماتشات بتاعت خاصه الميلان، انت امام ليفربول كان متقدم وخسر، امام اتلتيكو مدريد خسر باخطاء تحكيميه في الدقيقه الاخيره، فبيقدم مستويات قويه جدا. ولكن اعتقادي امام بورتو يعني كان متفوق على الشكل الفني اكتر كتير. صحيح، هو في النهايه هو صفر نقاط، يعني لما نشوف المجموعه تلاقي ليفربول 9 من 9، يمكن الضروب بشويه التوتر اللي رجع الحركه لاتلتيكو مدريد، ان هو وبورتو متساويين في عدد النقاط. هنيجي لترتيب المجموعات، لكن بيولي طبعا المدير الفني للميلان قال ايه بعد الهزيمه من بورتو، نشوف مع حضراتكم. للأسف من السهل علي تحليل هذه المباراة، إذ لم نشكل فيها أي خطر يذكر على الخصم. افتقدنا الدقة خاصة عند حيازة الكرة، فقدنا حيازة الكرة مرات متعددة، تركنا مساحات للخصم لشن الهجمات المرتدة، لم نلعب بخطوط متقاربة. أعتقد أن بورتو استحق الفوز. طبعا يعني تصريحات واقعيه جدا، وعجبني ان هو يعني ما طلعش قال لك، يعني اتكلم بكل امانه، هو ما يستحق، لا يستحق الفوز، بورتو كان افضل، وبالتالي يعني خساره مستحقه للفريق الميلاني. صحيح، زي ما قلنا في الاول هي خساره مستحقه، لكن المؤسف ان هي الخساره الثالثه على التوالي، وبتخلي الفريق رابع، ويمكن اقصى امني ان هو ممكن اذا ما انطفتش وكسب الثلاث ماتشات اللي جايين يقدر يصعد ياخد ثالث، يبقى. طب تعالى نشوف يعني برضو ترتيب المجموعه الثانيه بعد يمكن الجوله الثالثه، نشوفها مع حضراتكم. طبعا سعداء بوجود طبعا ليفربول على قمه هذه المجموعه، ليفربول العلامه الكامله 3 مباريات 9 نقاط، اتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب4 نقاط، بورتو في المركز الثالث ب4 نقاط، ميلان في المركز الاخير بدون نقاط. يعني المجموعه مش هنقول مشتعله، ولكن المركز الثاني اكيد مشتعل ما بين اتلتيكو مدريد وبورتو، والميلان اعتقد استبعد خالص من المنافسه للاسف الشديد. اعتقد هتبقى المباراه الحاسمه في هذه الجوله، هتبقى مباراه اتلتيكو مدريد وبورتو في الجوله السادسه، الجوله الاخيره، اعتقد هي اللي ممكن تصل الامور المنافسه بين الفرقتين لتحديد من صاحب المركز الثاني ومن صاحب المركز الثالث، مع ليفربول اللي صاعد، الا طبعا بين قوسين كده، ودي نسبه ضعيفه جدا لو الميلان انتفض، بس اعتقد صعب. طيب بالشكل ده يعني. طيب نروح للمجموعه الثالثه، نشوف مع حضراتكم نتائج المجموعه الثالثه من الشامبيونز ليج بعد الجوله الثالثه، لان فيها بعض المفاجات، واعتقد كمان فيها شويه كلام لازم يتقال. يعني مجموعه طبعا كانت اياكس ودورتموند بتضم دورتموند واياكس، وكان في مفاجاه طبعا، كانت مفاجاه كبيره، لان دورتموند يعني الثاني الدوري الالماني بعد بايرن ميونخ اللي هو الفظيع ده بفرق نقطه. صحيح. 19-18، ويمكن هو حتى كان على قمه المجموعه، كان على قمه الدوري الالماني،
الى ان انتزعها بايرن ميونخ لما فاز على باير ليفركوزن. ان هو يبقى بالشكل ده يتغلب 4-0 نتيجه كبيره جدا مش دورتموند مع هالاند كمان يعني الدنيا صعبه بصراحه. يعني كون يتغلب 4 دي كانت نتيجه كبيره جدا ومفاجاه ان هو يتغلب قدام اياكس. طبعا اياكس فريق قوي وكل حاجه، لكن حتى لو فاز انا ما كنتش متوقع النتيجه تبقى 4، ممكن يبقى 2-1 2-0 بالكثير، لكن 4 دي بالمناسبه احنا على موعد مع المباراه الجوله الرابعه بين الفرقتين في المانيا، تبقى قمه المتعه لان كده هيبقى طبعًا. دي مباراه تشاف يعني صحيح. بس فعشان كده دي كانت مفاجاه بصراحه انه يتغلب 4. الماتش الثاني اللي هو بشكتاش ولشبونه برده كانت نتيجه عاليه بس متوقعه، لشبونه كسب بشكتاش 4-1 بس طبعا دي الى حد كبير جدا متوقع. طبيعي ترتيب المجموعه الثالثه اياكس امستردام في المركز الاول العلامه الكامله 3 مباريات 9 نقاط، بروسيا دورتموند في المركز الثاني 6 نقاط، سبورتنج لشبونه في المركز الثالث 3 نقاط، وبشكتاش التركي في المركز الرابع والاخير لا عدد من النقاط. زي ما انت قلت يمكن حتى دلوقتي اعتقد سبورتنج لشبونه بيلعب على الدوري الاوروبي يعني في المركز الثالث اللي بيطلع المركز الثالث منطقيا محجوزه طبعا اياكس ودورتموند دول الاول وثاني ايا كان مين فيهم الاول ومن الثاني، وان كان ممكن اياكس يكون اقرب شويه لانه استحاله يخسر 4-0 من دورتموند في مباراه الجوله الرابعه، واعتقد الثالث ممكن يكون لشبونه زي ما حضرتك قلت. مش اكتشف بره الموضوع خالص لان واضح انه الفارق بينه وبين فرق المجموعه بعيده جدا وممكن يخسر كمان الثلاث ماتشات اللي جايين، فالمجموعه الى حد ما محسومه، لكن تبقى المفاجاه بس ما بين المتصدرين اللي هو اياكس ودورتموند والنتيجه الكبيره اللي حصلت. طيب المجموعه الرابعه والمجموعه الرابعه كمان ريال مدريد. ريال مدريد بيحقق نتيجه كبيره يعني ممكن نقول عليها فعلا نتيجه كبيره ولا نتيجه عاديه خلال المباراه بالنسبه لريال مدريد هي نتيجه عاديه، لكن اللي خلاها او خلى ممكن تقول كبيره ان مباراه اللي خسرته قدام شريف اللي هو الفريق اللي هو المجهول ده اللي كسبه في الجوله الثانيه على ارضه دي اللي خلته لازم ينتفض ولازم يرجع. ريال مدريد فريق قوي جدا عنده عناصر رائعه، فينيسيوس بنزيما وبقيه المجموعه، وانشيلوتي طبعا مدرب كبير واسم كبير، فعيب ان يطلع ريال مدريد من المجموعه دي. كان فوزه بره حتى لو على شختار دونيتسك 5-0 ده بصراحه شيء انا شايفه انه طبيعي بالنسبه لنادي ريال مدريد. حتى المباراه الثانيه ما بين الانتر وشريف ان هو بصراحه انتر عمل اللي كان المفروض يتعمل ان هو وقفه عند حد وقف كفايه عليك كده كفايه عليك مفاجات كسبت 2 وكان منهم مفاجاه مدويه ان هو يكسب اصلا ريال مدريد على ارضه في لغايه دلوقتي مفاجاه برضه لغايه دلوقتي يعني هو في المركز الثاني وانك بتقول ان فريق غامض زي دوت ودلوقتي حتى في المركز الثاني، لكن قدامي وقدام حضراتكم احصائيات المباراه ما بين ريال مدريد وشختر. طبعا فوز ريال مدريد 5-0، فرص ريال مدريد طبعا 7 احرز منها 5 اهداف، فرص شختار 3 فرص لم يحرزوا منها هدف، اهداف متوقعه طبعا لصالح الريال 2.3 بيتكلم على نسبه استحواذ وصل تقريبا 60-40، تمريرات نسبه التمريرات الصحيحه بنسبه 91% لريال مدريد 88 لشختار، 22 تصويب على المرمى لريال مدريد ما بينهم 10 ما بين القائم والعارضه مقابل 5 تصويبات لشختار ما بينهم 3 ما بين القائم والعارضه، عندك 12 عرضيات لريال مدريد مقابل 6 ركنيات مقابل 4، يعني مباراه من جانب واحد مباراه يعني اكتساح بالنسبه لفريق ريال مدريد. عايز اكلمك كمان على بنزيما طبعاً من خلال الاداء الرائع اللي بيقدمه من اذا كان في الليجا او على مستوى الشامبيونز ليج، كمان كريم بنزيما مرشح ويمكن مرشح بقوه للحصول على البالون دور السنه دي. طبعا لان هو بصراحه ماشي بمستوى ثابت حتى من ايام الناس هو كان مظلوم لما كان موجود كريستيانو رونالدو معاه في الفرقه، لان طبعا كل الاضواء راحت لكريستيانو، لكن هو برده كان موجود وبينقذ الفرقه وبيسجل اهداف. ظهر اكتر لما رونالدو ساب انتقل من ريال مدريد الى ليفنتوس، يمكن هو انقذ الفريق بصراحه ووصل حتى بيكافئ بقى زي ما قلنا على صلاح ان هو جهده بيكافئ عليه، برده بيكافئ وصل للهدف 290 بقى في المركز الرابع في تاريخ هذا النادي العريق، قريب جدا من وصل للمركز الثاني بالمناسبه ان هو عنده بيسبقه دي ستيفانو العظيم الشهير لريال مدريد ب 308، يعني قدامه حوالي 18 جون ويحصله، قدامه كمان راؤول جونزاليس تقريبا 323 هدف، لكن طبعا صعب يوصل للمركز الاول لان كريستيانو رونالدو ب 451 هدف. لا ده بعيد خالص، ده في حته ثانيه خالص، هو مرشح انه يوصل للوصافه وهيبقى شيء عظيم لو عمل ويستحق طبعا كريم بنزيما الكلام ده، لان هو زي ما حضرتك قلت ان هو مرشح حتى انه يفوز بال وده مش كلامي كمان، ده كلام يمكن كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سبورت جدا لبنزيما بيشيد بادائه مش السنه دي بس، خلال يمكن السنوات اللي ما كانش حتى انشيلوتي موجود فيها في ريال مدريد. تعالوا مع حضراتكم نشوف كارلوس انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد
بعد الفوز 5 على شختار. Es difficile elegire oggi un jugador que ha destacado del partido, lo han todo han cumplido. من الصعب اختيار لاعب محدد والقول انه كان العامل الحاسم في المباراة اذ احسن الجميع الاداء. دافعنا بصورة جيدة وحافظنا على تركيز كبير من أول دقيقة ونفذنا خطتنا بصورة حسنة، ضغطنا بشكل جيد دون تهور بل بصبر، وشكلنا خطورة بهجماتنا المرتدة. وأيضا في الشوط الأول لا شك في أن هذه المباراة منحتنا ثقة بالنفس، غير أن الوضع سيكون مختلفا ضد برشلونة فذلك تاريخ مختلف. contro Barcellona è un altro partito e altra storia. Tenemos quando la porteria sta a zero tiene Real Madrid tiene más posibilidad de ganar los partidos. تزداد فرصة ريال مدريد في الفوز بالمباريات عندما يتجنب تكبد هدف. دائما على الفوز بالمباريات علينا ان لا نتكبد هدفا. ندرة الاهداف ليست مشكلة هذا الفريق فنحن نسجلهم، الا ان المسألة هي ان علينا الدفاع بصورة جيدة. تدافع بصورة جيدة عبر العمل الجماعي وهذا ما قمنا به. محسن بيتكلم على نقطة مهمة كمان، بيتكلم على الأداء الدفاعي بالنسبة للفريق كله، بيدافع بشكل كويس، أكيد عنده الآلة التهديفية كريم بنزيما، وبالتالي في اتزان في حالة ريال مدريد في يمكن المباريات الأخيرة على المستوى الدفاعي وعلى مستوى الهجوم. هو بصراحة مدرب زكي كمان ما رضيش يدي الأفضلية لحد، رغم إن كل الناس شايفة إن كريم بنزيما طبعًا في حتة تانية في الفريق، وكمان معاه فينيسيوس جونيور بصراحة عامل ده لاعب واعد صاعد بصراحة، رغم إن كان عنده انتقادات كبيرة في بداية الموسم وحتى الموسم اللي فات، يمكن من آخر 11 ماتش مسجل 7 أهداف مدي 5 أسيستات، أكيد فينيسيوس مؤثر، ورغم ذلك هو ما ذكرش أي اسم، فبصراحة ده يشكر يعني يشكر عليه كارلو أنشيلوتي بخبرات السنين الكبيرة جدا، قدر ان هو بيلم الفرقة كلها عشان هو شايف فرقته يعني الى حد ما المستوى برضه مش مستقر في ريال مدريد الى حد ما متذبذب، عشان كده ما اداش افضلية لحد على حد، تصريحه كان متوازن جدا بيحافظ بيه على الفريق من حارس المرمى الى الهجوم. المباراة الثانية الانتر زي ما انت قلت، الانتر يمكن اوقف زي ما بيقولوا كانت معجزة الشامبيونز ليج، مغامرة كانت قوية وما زالت في اعتقادي طبعا، وما زال يعني شريف ترابسول ده فريق مغمور وبيحقق نتائج رائعة، كسب شختار وكسب ريال مدريد على ارضه في اتنين، مش بس بيسجل هدف، لا ده بيسجل هدف الاولاني وريال مدريد بيتعادل وبعدين بيسجل الثاني في اللحظات الاخيرة، اكيد دخل التاريخ من اوسع ابوابه، يمكن تقريبا القيمة التشكيل للفريق كله، القيمة التشكيل للفريق كله ما عدتش تقريبا 11 مليون يورو حاجة زي كده، ما تجيش يعني ربع لاعب من لاعبي ريال مدريد، ومع ذلك كان الانتر رجع الصوره لوضعها الصحيح، ان هو انت المفروض خلاص بقى كفايه عليك كده فكسبه، ويمكن دي كانت المباراه اللي ترجع انتر ميلان للمنافسه تاني، لانه ممكن يبقى المركز التاني من خلال اللي... خلي بالك يا محسن، من خلال ترتيب المجموعه لسه الانتر مش في مأمن، يعني ريال مدريد في الصداره بست نقاط، شريف تراسبول في المركز الثاني بست نقاط، انتر في المركز الثالث باربع نقاط، شختر في المركز الرابع بنقطه واحده. لغايه دلوقتي شريف تراسبول في مركز موجود. اعتقد مفاجاه للجميع، اكيد طبعا يعني ده هو كفايه لحد كده، لو ما خدش نقاط ثانيه هو لحد كده زي الفل قوي يعني، بصراحه ده انجاز، لكن اعتقد الجوله الرابعه هتبقى فيها يعني اعتقد يعني بنسبه كبيره مرشح طبعا ان النتائج دي تتكرر ثاني، فريال مدريد يبقى على القمه بتسع نقاط منفرد، واعتقد هيتقدم انتر ميلان للمركز الثاني بسبع نقاط، اي نعم بفرق نقطه، لكن يعني المنطق بيقول ان ريال مدريد وانتر ميلان هم اللي متاهلين ان شاء الله من المجموعه دي. لسه مع حضراتكم في الاثاره والمتعه من خلال الشامبيونز ليج، نتابعها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه محسن، نروح للمجموعه الخامسه، بنتكلم على مجموعه بتضم البايرن، برشلونه، بنفيكا، ودينامو كييف، وخلينا نقول يمكن الجوله الثالثه واول فوز لبرشلونه في دوري الابطال 1-0 على دينامو كييف. والله حاجه بصراحه حاجه تضحك يعني، ان هو برشلونه هذا الاسم الكبير والعريق انه يبقى في المرتبه الثالثه واول فوز، وفرحانين بيه جدا انه فوز 1-0، يعني تخيل برشلونه دخل فيه 6 اهداف ومسجل هدف وحيد، هدف يتيم في 3 مجموعات، ومسجله جيرار بيكي اللي هو المدافع، المناسبه دخل اكثر مدافع في تاريخ دور الابطال مسجل اهداف، مسجل 16 هدف، وبالمناسبه كان اول جون سجله برده كان في دينامو كييف على فكره، لما كان 2008 لما كان بيلعب لسه مانشستر يونايتد، هو سواء تساوى مع روبرتو كارلوس بالمناسبه برده 16 هدف بالظبط. يمكن بيكي كمان يعني حاجه النقطه ديت ان بيحرز الهدف مدافع في الحاله الهجوميه لبرشلونه ليست بالحاله الطبيعيه بعد غياب ميسي، اكيد بيأثر لكن مش بهذا الحجم. معانا احصائيات المباراه طبعا، فوز برشلونه
على دينامو كييف 1-0. الفرص طبعا دينامو كييف فرصة واحدة لم يحرز منها، فرص برشلونة 8 فرص، يمكن برضو دي نتكلم معاك فيها، اتيحت فرص كتيرة جدا جدا لبرشلونة، لم يسجل غير هدف واحد. طبعا الأهداف المتوقعة لصالح برشلونة، نسبة الاستحواذ لصالح برشلونة، التمريرات الصحيحة نسبتها لصالح برشلونة بنسبة 89 لـ87، التصويبات كتيرة جدا 10 تصويبات على المرمى مقابل 3 لدينامو كييف، عرضيات 3 دينامو كييف 17 عرضية لبرشلونة، ركنيات 0 دينامو كييف 11 ركنية لبرشلونة. الأرقام دي تقول إن في لحد ما أنت فرقة قادرة إنها توصل للثلث الهجومي، قادرة إنها تخلق فرص، ولكن المحصلة ضعيفة، عشان كده برشلونة في خطر. يعني حتى لو كسب الجولة الرابعة برضو مع دينامو كييف عنده مشكلة مع بورتو اللي هو بنفيكا اللي في المركز الثاني اللي كان كسبه برضو 3-0 في البرتغال. ما زال عنده، ما زال مش في مأمن. يعني أنا شايف إن هو حتى الجولة الأخيرة مش معروف برشلونة هيقدر يصعد ولا لا. يعني حتى كمان تصريحات كومان بصراحه يعني مخزيه من فريق كبير. انت ما بتقول برشلونه هل في مأمن للوصول للدور الثاني في الشامبيونز ليج؟ انه ياخد المركز الثاني، ما قلتش الاول وياخد البطوله. صحيح، يعني في مأمن. فكمان عايز اسال، يعني اسالك، ويمكن السؤال مطروح يمكن من اسابيع فاتت، هل رونالد كومان في مأمن من الاقاله الفنيه للاداره الفنيه لبرشلونه؟ دي علامه استفهام. لكن تعالوا نشوف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه قال ايه بعد الفوز الصعب 1-0. Estoy contento por el juego del equipo, pero no estoy contento por la efectividad que nos faltó. أنا سعيد بالطريقة التي لعب بها الفريق، لكنني لست سعيدا بانعدام الفعالية، لأنك عندما تلعب في مباراة تسيطر فيها على خصمك وتهيئ فيها العديد من فرص التسجيل، فإنك تحتاج لاستثمار هذه الفرص. هذه مسؤولية المهاجمين، لأنهم ماهرون بصورة كافية لتسجيل الأهداف. إذ لم يملكوا المهارة المطلوبة فلن أطلب ذلك منهم، لكنهم لو امتلكوا المهارة المطلوبة فمسؤوليتهم إنهاء المباراة بالفوز. هذا ما افتقدناه، فمن الطبيعي في مباراة مثل هذه أن تكون النتيجة النهائية 4 أهداف دون مقابل. أتفهم ذلك الغضب من الجماهير، فأنا أشاطرهم الإحساس. نحن بحاجة في جانب لحسم المباراة، لأننا هيئنا عددا كبيرا من فرص تسجيل الأهداف، ومن جانب آخر اقتصر الفريق على الفوز بفارق ضئيل في مباراة مثل هذه تهيئ فيها العديد من الفرص، فأنت بحاجة لتسجيل عدد أكبر من الأهداف. في شك رونالد كومان كمان بيعترف بانه عنده استحواذ، ولكن خلق الفرص وعنده، وهو دايما بيقول عندي دلوقتي مشكله في الهجوم، في طبعا يعني احراز الاهداف بشكل كبير جدا. زي ما اتكلمنا محسن، احنا بنتكلم على استحواذ، بنتكلم على فرص، ولكن مفيش تسجيل. وده اللي اتكلم عليه وقول بيداعب الجماهير شويه، بيقول لك انا مع الجماهير ان احنا لازم نظهر بمستوى افضل من كده. لا واضح ان هو ايه برشلونه ماشيه مع كومان بيت باي بيت، لا ماتش بماتش. يعني هو ايه الماتش اللي فات كسب فالنسيا بالثلاثه وكان عامل اداء رائع، فخلاص موجود معانا. اعتقد ممكن تبقى نهايه كومان يوم الاحد اللي جاي فيما لو خسر الكلاسيكو. حتى هو انا ما عجبنيش ان هم اتسال هذا، هل هذا الفريق اللي كسب النهارده انه ممكن قادر انه يكسب الريال مدريد يوم الاحد؟ فقال اللي ملاه. يعني حتى قد واضح انه ما عندوش الثقه قوي، مش برشلونه. يعني برشلونه كان دايما مباراه الكلاسيكو ده بيبقى في حته ثانيه، لكن واضح جدا انه ما عندوش الثقه حتى في لاعيبته. يعني حتى والنتائج بصراحه بتاكد كلامه ان هو انه من 10 مش عارف مرات يصل يسجل جون وبالعافيه. يعني حتى الجون اللي جابه كان ممكن، يعني الفرصه الوحيده اللي جت لدينامو كييف كان ممكن يسجل منها ويبقى 1-1. كمان برضو زي ما قلت لحضرتك هو في الاساس مش في مأمن حتى لو فاز الجوله الرابعه، لان حتى الجوله الخامسه ضد بنفيكا ضد بايرن ميونخ وبره اكيد خسرانها، يعني بالمنظر ده خسرانها. والجوله الاخيره ضد بنفيكا المنافس في اعتقادي الشخصي، يمكن محور يعني اللي هيحدد مستقبل رونالد كومان في برشلونه بجزء كبير جدا يوم الاحد اللي جاي، والكلاسيكو هيحدد ملامح ابقاء رونالدو على القائمه الفنيه لبرشلونه او الرحيل واستخدام مدرب. بالتاكيد في نفس المجموعه نتيجه كبيره، البايرن مكتسح، البايرن بيفوز 4-0 على بنفيكا. شفت المباراه دي ازاي؟ لا المباراه من طرف واحد، فريق اكتر فريق اقوى هجوم في دور الابطال كله، مسجل 12 جون، كسبان 3 وكسبان 4 وكسبان 5. لا ده فريق في حته ثانيه، وفي المقابل اقوى دفاع، شباكه لم تهتز على الاطلاق، فهو في طريق مفتوح تماما
للتأهل للدور الثاني، ويمكن ممكن يحقق بصراحه رصيد، ممكن يكسب في كل الماتشات بأمان. طبعا ارقام البايرن زي ما شايفين المجموعه، يمكن دلوقتي المنافسه اكيد ما بين برشلونه وبنفيكا على المركز الثاني. البايرن طبعا متصدر العلامه الكامله 3 مباريات ب9 نقاط، بنفيكا في المركز الثاني ب4 نقاط، برشلونه في المركز الثالث ب3 نقاط، دينامو كييف في المركز الاخير بنقطه واحده. يبقى الصراع اكيد ما بين بنفيكا وبرشلونه. شايف حتى الكلاسيكو هيأثر بالإيجاب أو السلب على مشوار التشامبيونز ليج؟ أكيد طبعا، فيما لو خسر بنتيجة كبيرة. يعني هو أوريدي تصريحات أو تصريحات كومان أو الكاترين مهيئين نفسهم إنهم يخسروا المباراة. برضو ما تنساش إن ريال مدريد مش في قمة تألقه، يعني مش الفريق المكتسح. صحيح. يعني صحيح. عنده لعيبة لكن مش الفريق المكتسح، لكن إن النتيجة زادت أو كانت كبيرة ممكن يبقى دي هتشوف نهاية كومان مع برشلونة، ممكن نشوفها يوم الأحد. حتى لو كمل أو أي حد جه تاني، المشكلة أكتر مش في المدرب بأمانة، مشكلة كمان في اللعيبة، إن كون اللعيبة يبقى مفيش التجانس ده ولسه محتاجين وقت، لسه مجددين اللي فاتي لحد سنه 27 طبعا حسنا فعلوا بده عشان يبقى عندهم مبصين للمستقبل. هم شايفين ان السنه دي سودة في الليجا او في دور الابطال، ما اعتقدش ان هم ممكن يتاهلوا بكل امانه. شايف ان بنفيكا اكتر شويه حتى على مستوى الترشيحات، اعتقد برشلونه خرج من سباق الترشيحات للفوز بالتشامبيونز ليج. طب نروح للمجموعه السادسه، كمان مجموعه كانت قويه جدا مباراه يمكن افضل مباراه على مستوى الجوله الثالثه. طبعا المان يونايتد ضد اتلانتا الايطالي، يمكن احنا لسه قايلين ان كومان ما فيش حد بينقذه، سولشاير بقى في اليونايتد بيلاقي اللي بينقذه بصراحه. يعني يمكن حتى الميرور او التايمز والجاردن كلها قالت ان رونالدو يحمل سولشاير، ان رونالدو للمره الثانيه ان هو عملها قبل كده مع فياريال في الدقيقه يمكن 95 ولا حاجه، وبيسجل هدف الفوز، عمل ريمونتادا. المره دي برده بيعمل ريمونتادا عظيمه. يعني يمكن كنت لسه بقول لحضرتك ان الشوط الثاني، الشوط الاولاني للمباراه انتهت ويونايتد في المركز الاخير، الشوط الثاني بينتهى ومانشستر يونايتد في المركز الاول. ده بفضل اللي هم الامانه كانوا مش محظوظين، يعني حتى هم ومتاخرين 2-0 كان لهم كره في العارضه، كانوا هاجموا كتير لكن ما كانوش عندهم بعض الحظ. لكن سير المباراه في الشوط الاول لصالح اتلانتا بشكل كبير طبعا، لكن الشوط الثاني العكس تماما بكل امانه. هم وصلوا كتير، حتى اجتهاد شخصي من اللعيبه، يمكن ما يقيسوش حتى الجول اللي جابه رونالدو في الوقت المتاخر، كان مش بيدل على ان رونالدو هداف ولا حاجه، بيدل على ان رونالدو عنده خبرات كبيره جدا. صحيح. قدر يسجل جون في التوقيت ده بالشكل ده، ويمكن قال احنا ما زلنا على قيد الحياه. يمكن حتى رونالدو كان له تصريح بعد الماتش، ما زلنا على قيد الحياه. طبعا هو بصراحه في حته تانية انه يسجل الهدف 137 وعنده 36 سنه، هو الهداف التاريخي لدوري الابطال، الثاني ميسي ب 123، فرق كبير جدا. الثالث ما اصلا في السبعينات لسه، ما اعرفش اقول ولا مين، مش متذكر بقى بصراحه. لا هم بعد كريستيانو رونالدو طبعا، يعني بيحقق ارقام صعب اي حد خلال يمكن ال 10 سنين اللي جايه ولا 20 سنه اللي يحصل ان لم يكن مستحيل رونالدو. الاحصائيات المباراه قدامنا يمكن بتدل ان يعني كان في نديه الى حد كبير، لكن انا هبص لبعض الارقام وهاخد مثلا على سبيل المثال تصويبات على المرمى، 21 تصويبه للمان يونايتد، اعتقد معظمها كان في الشوط الثاني، بينها 9 ما بين القائم والعارضه، بنتكلم على يعني نسبه الاستحواذ كانت قريبه، يمكن يعني او المان يونايتد خاصه الشوط الثاني رفعها ل 57 مقابل 43، اهداف المتوقعه كانت قريبه جدا 2.5 2.1، بنتكلم على الفرص الحقيقيه للمان يونايتد 13 فرصه احرز منها 3 اهداف، في حين ان اتلانتا 3 فرص احرز منها هدفين، وده اللي بنتكلم عليه ان حتى على مستوى الهجوم لو بنتكلم على راتفورد، بنتكلم على جرينوود، بنتكلم على رونالدو، بنتكلم، لكن يبقى رونالدو هو اللي بيمحور كل دوت، وهو المنقذ زي ما بيقولوا في المان يونايتد. خبرات السنين يا كابتن، خبرات السنين دي خلته يقدر ينقذ الفريق في الوقت القاتل. يعني خلي بالك هو الثالث ماتش في دوري الابطال بيسجل، يعني هو سجل. صحيح. في 3 ماتشات، سجل في هزيمه اليونايتد في الجوله الاولى قدام يانج بويز، وكان معرض ان هو اليونايتد كمان كان يبقى بره من الجوله الثانيه لما فيريال كان كسبانه على ارضه في اولد ترافورد، وقدر يتعادل وقدر يسجل في الدقيقه ما تعرفش 95 ولا 96، قدر يرجع بالفريق ثاني، وبعدين قدر يعملها ثاني يكررها بشكل اصعب. المره اللي فاتت كان مغلوب 1-0 من فيريال، المره دي مغلوب 2-0 من اتلانتا، واحنا عارفين الفرق الايطاليه بتتشهر بالدفاع. فيعني انت يعني ده انت لو جبت جون يبقى كويس. لا بيسجل الجون وبيسجل الثاني. على فكره سولسكار مالوش علاقه باللي بيحصل ده، يعني مالوش علاقه، ده اجتهاد لعيبه بالامانه. احنا شايفين الماتش، الناس بتشوفه عارفه، يمكن عشان كده كانت الصحف قالت ان هو رونالدو يحمل سولسكار، رونالدو ينقذ سولسكار. سولشاير يعني سولشاير كان قاعد يعني على وجهه طبعا صدمه كبيره جدا جدا طبعاً. في الشوط الاولاني وهزيمه 2-0، وكان
اعتقادي الشخصي كان ممكن يكون الإطاحة به بعد لو كان المان يونايتد يمكن اتهزم في هذه المباراة، ولكن وجه آخر، وجه مبتسم في المؤتمر الصحفي. نشوف سولشاير قال إيه بعد الفوز 3-2 على أتلانتا. أسعدتني قيادة كريستيانو رونالدو لخط الهجوم. طلبنا منه بوصفه رأس الحربة الاندفاع في الخطوط والتراجع والضغط بشكل أكبر، لأننا لعبنا بالطبع على أرضنا. أردنا الحصول على مساندة المشجعين ولم يتوقف عند ذلك، بل كان في منطقتنا يدافع ويصد الكرات، وبوسعك رؤيته يندفع. نفذ كل ما يجب على رأس حربة القيام به، وهو قيادة الهجوم والدفاع وتسجيله الأهداف، هو بالطبع ما يتفوق به على الجميع. سنحت لنا فرصا في الشوط الأول، وراشفورد تحرك بشكل جيد خلف المدافعين، وبالفعل نجح في استغلال إحدى الفرص في الشوط الثاني وسجل هدفا. بالطبع يشكل إضافة قوية للفريق بعد عودته من الإصابة. طبعا سولشاير مبتسم، يعني وش تحس انه كده رد فيه الروح بعد يمكن الفوز، والفوز اللي يمكن أنقذه على وسائل الإعلام طبعا كلها في بريطانيا بتقول كريستيانو ينقذ سولشاير للمرة الثانية. محظوظ طيب، محظوظ بوجود رونالدو بصراحة. ويعني نتمنى التوفيق ده ما يكونش معاه يوم الاحد ان شاء الله ضد ليفربول في ديربي الدوري الانجليزي ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله كل التوفيق ليفربول ونجمنا الكبير محمد صلاح في ديربي الاحد القادم امام المان يونايتد. دلوقتي ترتيب المجموعه، وزي ما انت قلت سبحان الله في الشوط الاولاني من المباراه كان مانشستر يونايتد في المركز الاخير، لكن بعد المباراه الترتيب مانشستر يونايتد في الصداره بست نقاط، فيا ريال في المركز الثاني 4 نقاط، أتلانتا في المركز الثالث 4 نقاط، يانج بويز السويسري في المركز الرابع ب3 نقاط. شايف الصراع ما بين فيا ريال أتلانتا ومين الأقرب لهم؟ ممكن فيا ريال شوية، ريال خبرته أعلى، لأن أتلانتا أن تتقدم بالشكل ده وتخسر بالشكل ده صحيح، يبقى أنت عندك مشاكل. أعتقد فيا ريال ممكن يكون أقرب للتأهل مع مانشستر يونايتد الجولة الجاية إن شاء الله. محسن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده متألق. دي طبعا كانت نهايه حلقتنا النهارده، هنسيب حضراتكم لسه تشوفوا ترتيب المجموعه 7 و8، ولقاءنا يتجدد ان شاء الله يوم الاثنين ويوم جديد من ايام المحترف.